صباح الخير والسعادة دايما يا رب، والصباح كده السلامة على مصرنا بإذن الله يا رب اللي جاي يكون أفضل. في البداية وقبل أي حاجة لازم نقول يعني البقاء لله، ويا رب يصبر أهالي ضحايا ومصابي حادث تصادم قطار سوهاج وحادث كمان انهيار عقار جسر السويس. ربنا يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر، ونسأل أكيد الله عز وجل يعني الشفاء للمصابين. يعني أعتقد واقعتين كلنا لما سمعنا الاخبار دي زعلنا، وكلنا من جوانا كنا يعني عايشين مع الم كل اسره. اكيد حاجه وجعت كل قلب ام وكل قلب اب وكل قلب انسان مصري سمع حاجه زي كده، لان الواحد كان دايما بيقول اللي جاي افضل وكنا مستبشرين خير، لكن في حاجات بتحصل الواحد ملوش يد فيها، بتبقى قضاء الله وقدره يعني. فعلى كل حال نتمنى ان احداث زي دي ما تتكررش تاني يا رب، امين. صباح الخير عليك يا كريم في البدايه، ويا رب دايما كده يعني نشوفك على خير. ربنا يخليكي، صباح الفل عليكي والله، هم امين طبعا. يعني يؤسفنا اكيد يا حضرات ان احنا يعني نبتدي معاكم ونستهل حلقه النهارده بان احنا بنقدم التعازي، بس احنا الحقيقه مش بنقدم لحضراتكم، احنا بنقدم لنفسنا كلنا نعزي انفسنا. الحدث جلل، وطبعا الصور المؤسفه اللي شفناها على مدار الساعات الماضيه طبعا كفيله جدا منها توجع قلب كل المصريين لما بنلاقي ان في احداث. يعني طبعا اكيد يعني اللهم لا اعتراض في كل الأحوال، والشق القدري برضو اللهم لا اعتراض في كل الأحوال، ولو هناك شق غير قدري بطبيعة الحال كلنا يعني مستنيين نشوف ما ستسفر عنه التحقيقات في الساعات القليلة المقبلة، وإن لو في أي حد مخطئ بطبيعة الحال لازم ينال جزاء. وإحنا بنتكلم على أرواح المصريين العشرات من إخواتنا وأهالينا وأبهاتنا وجدودنا وأولادنا، ويعني مش عايز ادخل في تفاصيل كتير قوي، لكن النوع ده من الاحداث بيكون مؤسف جدا وموجع جدا لكل المصريين. انا بضم صوتي صوت يعني نهاوند في دعائها بان ربنا يعني يعفو عنا جميعا، وان الفتره الجايه ان شاء الله ما نقابلش النوع ده من الاحداث المؤسفه. عموما بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقه النهارده. اهلا بيكم. اولى الفقرات، وتقريبا خلاص نهايه يعني الشهر، شهر 3 بينتهي. اعتقد السنه دي برده جريت بشكل سريع لو هنتكلم يعني. لا 2021 فعلا من السنين اللي ما حسيناش بيها، يعني شهر واحد اتنين خلاص تلاته بيخلص، يعني تقريبا احنا داخلين فاضل ايه يعني الشهور قليله ونقضي تاني راس السنه، فالموضوع بيجري بسرعه جدا. بس يا رب اللي جاي زي ما قلنا برضو يكون افضل علينا وعلى مصر باذن الله وعلى اكيد النادي الاهلي. ونبدا مع حضراتكم برضو اولى فقراتنا، هنتكلم في فقره عن ماراثون، بس ماراثون هنا الكراسي المتحركه، وفقره اخرى هيكون معانا الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق، واكيد ملف كره القدم والمنتخب وما هو قادم، وتحليلات وتحذيرات ويعني وايضا كده حاجات او الملفات اللي عليها علامات استفهام برضو هنناقشها معاه. اعتقد هتبقى فقره في غايه الاهميه. بس نبدا بقى مع حضراتكم ونتكلم على بكره اللي باذن الله هتكون مباراه منتخب مصر امام جزر القمر في ختام تصفيات هنا امم افريقيا 2022. المباراه هتقام على استاد القاهره زي ما كلنا عارفين الساعه 6 تحديدا، هتكون برضو بدون جمهور، على بقى أن يتم السماح لكل منتخب بحضور 25 فرد، يعني هنا بنتكلم 50 فرد للمنتخبين، وده قرار لما احنا عارفين عدم حضور هنا الجماهير جه تنفيذا لقرارات الكاف مؤخرا بعدم حضور الجماهير ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. زي ما كلنا عارفين ان المنتخبين حسموا بالفعل مصيرهم فيما يتعلق بالتأهل رسميا، بالتالي احنا كلنا بننتظر من منتخبنا ان هو يعني يفرجنا على لعب كويس ونستمتع بمتابعة لعب مميز واداء جيد، لان الاجواء الحقيقة ممهدة جدا لده، وكل الجماهير مستنية مباراة قوية واداء جيد للمنتخب المصري في ظل عدم وجود ضغوط، الا ان احنا كده يعني اكيد عايزين منتخبنا ياخد صداره المجموعه، خصوصا وانه بيمتلك بالفعل 9 نقاط متساويه مع جزر القمر، بينما كينيا رصيده 4 نقاط فقط. بص يا كريم، يعني خلينا نتكلم ان الكل اتفق ان التاهل لبطوله الامم حاجه يعني مش غريبه يعني على المنتخب ده بالتاكيد، لكن وخلينا نقول كمان امر طبيعي، لكن اللي مش طبيعي هو هنا لو هنتكلم بقى بصراحه الاداء اللي فيه تراجع الى حد كبير. عشان كده احنا بنقول ونفسنا وبندعي نشوف مباراة حلوة تليق باسم منتخب مصر، هو ده اللي بيأمله الشعب المصري، هو ده اللي عنده ثقة كمان في منتخب بتاعه، يعني المصريين عندهم ثقة في المنتخب وبنأمل ده ان شاء الله. بس
سو فار زي ما بيقول لك كده يعني نوت سو جود. فنتمنى ان الماتشات اللي جايه والمباريات اللي جايه والاداء في الفتره اللي جايه يكون افضل بكتير ويشرف فعلا المصريين ويشرف مصر باذن الله، واثقين ان ده هيحصل. عشان اللي انت بتقوليه ده كم يوم اللي فاتوا او كم ساعه شويه ساعات اللي فاتوا باختصار كده كان في جدل كبير قوي اثرته جمله هذه المباراه تكسب ولا تلعب. طب وماله لما تكسب من خلال انها تلعب بالزبط. يعني احنا ملناش نفس نتفرج على اداء محترم، والمفروض والمتوقع ان الاداء يكون اقوى مليون مره مما رايناه في هذه المباراه لاعتبارات كتير قوي، يعني لاعتبارات كتير قوي دون الدخول في التفاصيل. طبعا الاداء القوي مش مجرد للمتعه، يعني من المؤكد انه بيحقق اهداف تانية مهمه جدا الى جانب المتعه، منها ان انت مثلا بتوصل رساله لكل المنافسين ليك في القاره ان انت منتخب قوي وان انت المرشح دايما الاول للفوز في اي مباراه انت بتكون طرف من الطرفين اللي فيها. احنا عايزين الرساله دي توصل عشان عندنا بعد وقت مش بعيد من دلوقتي تصفيات كاس العالم، يبقى ليه ما نقدمش الاداء اللي يطمننا كلنا على الصعيد الداخلي واللي يقلق كل المنافسين على الصعيد الخارجي، خصوصا وان احنا عندنا منتخب بيضم عناصر متميزه جدا جدا جدا، فما ينفعش نشوف غير اداء محترم. بتفق معاك، وكمان لو هنروح لتفاصيل اكتر خليني اقول لحضراتكم لاعب المنتخب والجهاز الفني خضعوا لمسحه للكشف عن فيروس كورونا ده قبل مباراه جزر القمر، واكيد كمان هناكد ان فندق اقامه المنتخب يشهد تطبيق هنا الاجراءات الطبيه للوقايه من الفيروس بشكل كبير، وتم منع تماما اي زيارات داخل الفندق ده، بجانب اكيد كمان عزل كل لاعب في غرفه منفصله مع منع التجمعات منع الاختلاط علشان يبقى فيه كمان نقول تعقيم وتطهير بشكل يعني كفء بيتم، وكمان في غلق تام ومستمر للغرف والدور اللي كمان بيقيموا فيه، ودي اجراءات اعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يعترض عليها، بالعكس ده في الاول وفي الاخر لسلامه يعني اللاعب. كمان الجديد بالذكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقياده حسام البدري نقل تمرين المنتخب الى ملعب بيترو سبورت بدل من استاد القاهره الدولي بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب على استاد القاهره الدولي. نروح بقى للاهلي واللي بيستأنف مارانو ضمن التحضيرات لمواجهه فريق المريخ اللي هتقام في السودان يوم 3 ابريل اللي جاي في الجوله، هنا بنتكلم الخمسه بقى للمجموعه الاولى بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مجلس اداره الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كان قرر تكليف خالد الدرندلي امين الصندوق برئاسه بعثه الفريق ده في رحله السودان المقرر السفر ان شاء الله، هيسافروا يوم 31 مارس اللي هو الاربع الجاي ده علشان مواجهة المريخ، ونتمنى يا رب إن شاء الله كده يروحوا ويرجعوا لنا منتصرين وبالسلامة. اللهم أمين. آخر حاجة عملها فريق النادي الأهلي كانت تجربة ودية خاضها الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادي يوم الخميس اللي فات، وطبعا خلال الفترة دي كان في تمرين استشفائي للاعبين للتخلص من الإجهاد العضلي، وبعدها كان في تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين. كمان كابتن وليد سليمان لاعب الفريق الأول أدى جلسة في الجيم على هامش الميران وشارك في ودية الفريق الأول أمام فريق الشباب بالنادي الأهلي. طبعا كابتن وليد سليمان بيتم تأهيله حاليا ضمن برنامج خاص لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وإن شاء الله يحصل ده وفي أسرع وقت ممكن بإذن الله. طيب زي ما احنا متعودين في 10 الصبح في الاهلي وكمان في قناه الاهلي بنحب ان احنا ننقل لحضراتكم يعني خطوه بخطوه ما يتم، ونكون كمان حريصين على نقل الصوره او صوره حيه، فدلوقتي هنروح نعرف اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مراسلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني كريم بنصبح عليك اكيد انا وكريم وكل دلوقتي جمهور 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي بيسمعك، اتفضل. ورحب بيكي طبعا زميلتي العزيزه نهاوند، كل التحيه ليكي وكل التحيه لزميلي العزيز كريم، وصباح الخير على كل جمهور النادي الاهلي. زي ما انتم بتاكدوا بتقولوا بالفعل يمكن النادي الاهلي بيوصل استعداداته لمباراه غايه في الاهميه امام فريق المريخ السوداني اللي هيكون على ملعب الجوهره الزرقاء يوم 3 من الشهر القادم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، استعدادات على قدم وساق بالنسبه للجانب الاداري الخاص بالترتيب رحله السفر، التنسيق مع مجلس اداره النادي الاهلي وايضا كمان التنسيق مع موسيماني، وعلى الجانب الاخر الجانب الفني. لكن لسه عندنا بقى يعني بننتظر بقى استكمال لاعبي منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله بعد المباراه القادمه مباراه كينيا، يكونوا سلام باذن الله ما بيبقاش في اي اصابات، لان يمكن الحقيقه يعني اصابه حمدي فتحي كانت مؤثره بشكل كبير جدا. اكيد عارفين طبعا الاصابات يعني قضاء وقدر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، لكن يعني بقيمه حمدي فتحي الكبيره تاثيره هيكون مهم مع فريق النادي الاهلي. لكن خلاص الاهلي بمنحدر، ده شعار المرحله وشعار كل لاعبي النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي كل اللي متواجد ان شاء الله سواء في القائمه او على دكه البدلاء يكون على قلب رجل واحد ويكون عنده الروح الكبيره
اللي بنشوفها في المباريات اللي بتكون خارج الارض. واخيرا كانت مباراه فيتا كلوب اللي كان ليها تاثير كبير جدا وعوده الروح وشخصيه النادي الاهلي لهذه المباراه والبطوله بشكل عام. يمكن احنا شايفين طبعا يمكن تدريب النادي الاهلي في هذه اللحظات، هنتابع طبعا وكل جمهور النادي الاهلي تابع تدريب فريق النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب. يمكن اللحظات دي بيتسو موسيماني بيجتمع مع اللاعبين، ومن قبلها كان اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ للترتيب والتنسيق على الامور الخاصه بتنسيق في السفر. ميعاد الرحله هيكون امتى؟ السفر طبعا زي ما احنا عارفين اتحدد يوم 31 من الشهر الجاري، على ان يكون النادي الاهلي يتدرب تدريبين في الملعب الجوهره. تدريب اول طبعا هيكون في ملعب خاص، ثم التدريب الرئيسي على ملعب الجوهره، ومنها ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. روح وجديه واصرار بنتمناها من لعيبه النادي الاهلي مع الاصابات والظروف دي بتكون دوافع بشكل كبير جدا لينا. كمان عايز اكلمكم بشكل عام على بعض اللاعبين اللي كان ليهم مردود كبير جدا في المباراه الوديه الاخيره. يمكن انت ذكرتي زميلتي نهاوند وزميلي كريم ان المباراه الوديه الاخيره تالق فيها اكثر من لاعب على راسهم وليد سليمان. وليد سليمان يمكن كان ممكن تقام مباراه اقوى من كده مع فريق منافس، لكن هي يمكن خبره كبيره من الجهاز الفني ان يكون ما يبقاش في احتكاكات، لعيبه تحافظ على بعض. ففريق الشباب اكيد عارف لعيبه النادي الاهلي، فالتدخلات هتكون برفق شويه، يكون فيها حذر كبير، وده امر مهم جدا. اكيد كانت رؤيه خاصه من الجهاز الفني واللي كل استفاد في الحقيقه في هذه المباراه. عدد من المصابين عايزين نطمن بيهم طبعا جمهور النادي الاهلي بشكل عام. اولهم طبعا ابدا معاك طبعا بمحمد محمود. يعني محمد محمود الحقيقه يعني قطع شوط كبير جدا جدا في التاهيل ومع الكابتن طارق عبد العزيز، وده يعني يرجع لكل الجهاز الطبي الحقيقه. يعني ان شاء الله نقدر نقول من اسبوعين لثلاث اسابيع يبدا يخش تدريجي مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. قطع شوط كبير جدا، ينضم له كمان كريم نيدفيد. يعني كريم نيدفيد كمان الحقيقه الفتره اللي فاتت شغال على نفسه بشكل كبير، عنده باد لك الحقيقه في الاصابه وعنده باد لك في ان هو يعود من جديد، لكن بنطمن كل مره عليه من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي بيقول ان هو قطع شوط كبير جدا جدا. وان شاء الله باذن الله عقب عوده الفريق من رحله السودان يبدا كريم نيدفيد يدخل بصفه تدريجيه في التدريبات الجماعيه. علي معلول ايضا والتنسيق الكامل بين الجهاز الطبي هنا وايضا الجهاز الطبي التونسي بقياده طبعا سهيل الشميلي طبعا طبيب المنتخب التونسي، اللي بنحاول طبعا دكتور احمد ابو عبله ان هو يطمن بشكل عام. كل يوم في جلسات، كل يوم بيشوف حاله علي معلول ماشيه ازاي بالنسبه له. الامور الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لعيبه النادي الاهلي ماشيه بشكل طيب جدا. بنتمنى ان شاء الله على مدار الايام القادمه لعيبتنا تحافظ على نفسها بشكل كبير، مش عايزين نفقد اي لاعب خلال الايام القادمه، ومنها ان شاء الله باذن الله يكون فول تيم باذن الله رايحين السودان ان شاء الله على قلب الرجل الواحد وبشخصيه النادي الاهلي، نقدر ان احنا نعود من هذه المباراه بنقاط تاهلنا بقى مباشره ان شاء الله. نتيجه الفوز زميلتي نهاوند زميلي كريم تاهلنا ان شاء الله باذن الله، وتبقى مباراه سيمبا لها حسابات بعيدا جدا طبعا عن التاهل. يمكن ده الجزء الخاص بالتدريب الخاص بفريق النادي الاهلي اللي شغال في هذه اللحظات. لسه بقى الجرعات التدريبيه تباعا ان شاء الله على مدار الساعات القادمه هتبان. لكن لو بننتقل بقى كالعاده للنشاط الرياضي واخبار النادي الاهلي، زي ما ذكرتوا الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع للنادي الاهلي النهارده يكون في الثالثة عصرا. يمكن في امور عديده جدا ونقاشات عديده وهي جلسه مستمره، لكن ابرز النقاشات اللي بتخص طبعا النشاط الرياضي النهارده هيكون في قرار بالموافقه على سفر الفريقين فريق السيدات والرجال للكره الطائره في مباراه البطوله الافريقيه التي ستقام بتونس. لسه الامر ده بيتم دراسته بشكل كبير جدا، لكن النهارده منتظرين قرار يبلغ طبعا بيه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي لتجهيز السفر بالنسبه للفريقين. ايضا كمان بنهني طبعا فريق الكره السله الرجال بقياده الكابتن اشرف توفيق على فوزه الرائع والمميز جدا على فريق الجزيره بنتيجه 72-64. تالق الفريق خلال الفتره الماضيه بيتعثر في بعض المباريات، لكن يعني لسه الدوري طويل جدا بالنسبه لكره السله، فيها تركيز كبير. والحقيقه مجلس الاداره دعم بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه وخلال هذا الموسم بعدد كبير من اللاعبين، فيمكن الحمل كبير والضغوطات كبيره جدا عليهم، لكن ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي سواء في الكره الطائره وايضا كمان في كره السله في سلسله الانتصارات. النادي الاهلي يمكن عنده مباراتين غدا في النشاط الرياضي، عنده مباراه الاهلي والزمالك في كرة السلة، وأيضا كمان الأهلي وسموحة في الكرة الطائرة بنادي بصالة سموحة. اللي يمكن الفترة اللي جاية فيها تحديات كبيرة جدا للنشاط الرياضي، لأن المباراة بتتوالى وخلاص نقدر نقول بقى مرحلة الحسم بشكل كبير جدا هتكون الأيام القادمة. فبتمنى إن شاء الله من كل لاعبتنا ومن كل الجهاز النشاط الرياضي بشكل عام يكونوا مركزين بشكل كبير، لأن عدد البطولات ما بينهي في نهاية الموسم بيبقى عندك تحقيق عدد بطولات كبير جدا بيحسب للنشاط الرياضي ومجلس الإدارة واللاعبين، لأن الظروف صعبة جدا اللي بتمر على لعيبة النادي الأهلي. لكن إن شاء الله بإذن الله ثقتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين، ثقتنا كبيرة في كل لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تستمر في الأداء المميز اللي بتأديه خلال الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله في التدريبات، ويا رب إن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل للنادي الأهلي. أنا برجع لكم في الاستوديو لو معاكم استفسارات زميلتي نهاوند زميلي كريم. طيب يعني كريم، إحنا
بنتابع اكيد حالات يعني لاعبينا المختلفه وعايزين نطمن عليهم. انت اتكلمت عن حمدي فتحي، لكن برضو لو تطمنا عن ايمن اشرف، لان كان يعني الملف الابرز في الفتره اللي فاتت وناس كتير كانت بتتحدث يعني ايه الحكمه في فكره انضمامه للمنتخب وهو عنده اصابه، وهو كان بيشكو كمان من الاجهاد، وبالتالي بعد انضمامه هو حتى يعني الوضع كان ان هو فعلا عنده شكوى ومش هيكمل. فخلينا نعرف منك برضو الوضع ماشي ازاي ونطمن عليه عشان الناس تبقى عارفه. اتفضل. الحقيقة طبعا يعني نقطة مهمة جدا، وهو أيمن أشرف الحقيقة القيمة الكبيرة جدا، واللي إن شاء الله بإذن الله يكون له دور كبير مع فريق النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، وتحديدا في مباراة المريخ السوداني. يمكن أيمن الفترة اللي فاتت يمكن كان صعب إن هو يكون متواجد في المنتخب، لأن شكواه كانت مستمرة جدا حتى هو في التدريبات الأخيرة وبعد عودتنا من مباراة فيتا. يمكن الراجل اشتكى عنده رشح في الركبة وكان عنده ألم بسيط، وكمان حتى موسيماني يمكن يعني ما أشركوش في المباراة بشكل كامل لأن الألم كان كبير جدا لأيمن. طبعا أكيد بنترك طبعا الاختيار بالنسبة للجهاز الطبي وتشخيصه هناك مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لكن اللي انا عايز اطمن بيه كل جمهور النادي الاهلي، ايمن اشرف متواجد، يعني شفناه النهارده متواجد في التدريب، هيضع له برنامج بسيط جدا، لكن الجاهزيه الكامله ان شاء الله باذن الله لايمن اشرف هتكون غدا ان شاء الله، لان غدا هيكون في جرعه تدريبيه قويه هيشارك فيها ايمن اشرف. طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله اللي صرح وقال ان ايمن اشرف الحمد لله الالم يعني بيتلاشى بشكل كبير جدا مع مرور الايام ومع قرب ان شاء الله السفر اللي هيكون يوم 31 ان شاء الله، ايمن اشرف يكون جاهز بنسبه كبيره جدا للمشاركه في مباراه المريخ السوداني. نقطه كمان مع ايمن اشرف وهو محمود عبد المنعم كهربا، يعني خلاص نقدر نقول الفتره اللي جايه في اتجاه كبير جدا او الايام القادمه عقب العوده تحديدا كمان بقى من رحله السودان، محمود عبد المنعم كهربا مع انتهاء الايقاف ومع التزامه الكبير بالغرامه التي فرضت عليه من الجهاز الفني مع قرار موسيماني بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومجلس اداره النادي الاهلي، سيكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل مبدئي وبشكل تدريجي عقب العوده من السودان. يعني هي دي يمكن ابرز الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي، سواء ايمن اشرف وايضا كمان محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم ندفت، كل اللعيبه الحمد لله اطمنا عليهم بالنسبه للتاهيل الخاص بهم، وايضا كمان محمود وحيد اللي ماشي بشكل طيب جدا في التاهيل. يا رب بس يبعد عننا الاصابات الفتره اللي جايه زميلتي نهاوند زميلي كريم، لان محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ومباريات كؤوس مباريات حسم ان شاء الله في البطوله الافريقيه، فان شاء الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي. بالظبط كده، وده يمكن اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، يعني يا رب يعني الفريق يعود ويذهب ويعود منتصر وسالم، لان احنا فعلا مش عايزين اي اصابه تاني باذن الله ان هي يعني تكون موجوده او يعني تحدث مع اي لاعب عندنا باذن الله يا رب. شكرا ليك جدا على هذه التغطيه كريم، بشكرك. هي في حاله ايمن اشرف بصفه خاصه لا تملكي غير ان انت تقولي سبحان الله، يعني والله بكلمك بمانه، واقل تعليق طب يعني وعلينا من ده بايه؟ الكيس كريستال كلير زي ما بيقول، واضحه وضوح الشمس، ايه الهدف اللي من وراها؟ يعني شيء عجيب حبتين، خصوصا ان في منتخب يعني في البوزيشن بتاع ايمن اشرف ليه في كذا بديل، ولكن احنا في امس حاجه للبوزيشن بتاعه او المركز بتاعه عندنا في الاهلي، فيعني بلس طبعا قصه او قضيه الاصابه وغيره والشكوى الدائمه ان هو يعني مجهد. فعلى كل حال احنا طرحنا التساؤلات وكل المحللين كانوا بيتحدثوا والزملاء في يعني منابر الاعلاميه المختلفه ويمكن كمان في قناه الاهلي كتير تحدثنا في هذه القضيه، وكل الايام اللي جايه برضو هي اللي بترد او الاحداث اللي بتحصل هي فعلا اللي بترد. خليني بقى اروح معاك يا كريم لموضوع السكواش، ويمكن انا وانت كان معانا الفقره دي الاسبوع اللي فات واتكلمنا فيها عن ابطال مصر في السكواش اللي مسيطرين في البطولات العالميه والكبيره، ونهائي هنا بقى بطوله بلاك بول للسكواش رجال اللي كان معانا فقره بشانها الاسبوع اللي فات تقريبا يوم الثلاث، اقيمت في القاهره واستطاع المصري مروان الشرباجي المصنف السادس عالميا ان هو يفوز في النهائي على فارس دسوقي هو حامل اللقب والمصنف الثامن عالميا بالنتيجه هنا 3-1. مروان الشرباجي بيعتبر من اكثر اللاعبين اللي تالقوا كمان خلال السنوات الاخيره، واسمه لمع بشكل كبير جدا وشفناه في بطولات داخل مصر وخارجها يعني بيفوز بالمراكز الاولى. خلينا نشوف كده تفاصيل اكثر عن ختام البطوله دي ونرجع نكمل. مصر متربعه على العرش السكواش من مده، ودي حاجه كويسه رغم ان انا برضو مصر على ان احنا بنعاني من الكورونا ومش قادرين نلعب ومش قادرين نسافر ومش قادرين نحقق الحاجات اللي كنا بنحققها قبل كده، لكن العالم كله بيعاني بس احنا المفروض بنعاني اكتر عشان احنا ابطالنا كتير وابطالنا ما بيسافروش وما بيقدروش يشاركوا في حاجات في بطولات تانية. احنا كل دي سابع بطوله بنعملها وبطوله كبيره، كل مره بطوله تبقى اكبر يبقى عدد اللاعبين اكبر بيبقى الجوائز اكتر،
فكل مرة بنحاول نجود أكتر وبنحاول إن احنا نجتذب اللاعبين أكتر إن هم يبقوا في البطولة. الحقيقة خدت مجهود كبير جدا والمجهود ده وراه عمل عظيم جدا، وأنا بحب أشكر إدارة التنفيذية للنادي أستاذ رائف والتيم اللي معاه إن هم عملوا مجهود كبير قوي ويطلع مصر في خارج مصر في الدول الأخرى بصورة ممتازة زي اللي حصلت. أنا سعيد جدا، إحنا على مدار أسبوعين كاملين استمتعنا بسكواش راقي جدا وأداء متميز جدا من كل اللاعبين سواء كانوا المصريين أو الأجانب. البطولة في الحقيقة شهدت مفاجآت كتيرة سواء كانت على مستوى السيدات أو مستوى الرجال. زي ما احنا كنا بنتفرج النهاردة، احنا بنتفرج على مروان الشرباجي وفارس الدسوقي أمتعونا بجد لغاية آخر لحظة. احنا ما كناش عارفين مين ممكن يفوز باللقب. احنا في ديسمبر اللي فات فارس الدسوقي حقق اللقب وخد لقب البطولة وخد مركز أول في ديسمبر، كلنا كنا متوقعين انه يعملها ويحافظ على اللقب، لكن مروان في الحقيقة أدى أداء أكثر من رائع وتركيزه كان داخل الملعب. الاثنين بذلوا مجهود كبير جدا ولغايه اخر نقاط زي ما حضرتك كنت شايفه كان ممكن الكاس او المركز الاول رايح وجاي ما بين الاثنين، لكن الحمد لله انا سعيد جدا بنجاح البطوله. طبعا لازم اقول مروان مبروك، هو لعب هايل النهارده او طول البطوله كان بيلعب هايل. ماتش في الملعب دايما، مره هو هيكسب مره انا هكسب، بس اهم حاجه تفضل المنافسه شريفه يعني. بالنسبه للتنظيم طبعا البطوله دي تاني مره تتعمل، اتعملت من شهرين كانت بنفس الكفاءة والمرة دي أحسن كمان، فدي حاجة طبعا أنا فخور بيها إن على أرض مصرية يبقى في بطولة زي كده. بطولة بتعمل في مصر دي حاجة بالنسبة لي إن أنا أكسب بطولة كبيرة زي بطولة بلاك بول وأقدر أكسبها في مصر في بلدي، حاجة it means حاجة كبيرة جدا ليا، ومبسوط جدا الحمد لله ربنا وفقني النهاردة. كانت بطولة صعبة جدا 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 والحمد لله إني أقدر أكسب البطولة دي. يعني طبعا أحب أهديها لأهلي بابا ومامتي اللي هم هنا ومدربيني التيم بتاعي كله اللي تعب معايا الفترة اللي فاتت، يعني تعبوا جدا الصراحة، يعني ده ما كانش مجهود أنا لوحدي، كان مجهود الفريق كله اللي كان ورايا. فارس لعيب عمل امبروفمنت عليه عالي جدا ومتحسن جدا جدا جدا، وأنا يعني زي ما انت قلت الماتش كان ممكن يروح اي حته، كان 50-50 يعني. الجيم الرابع ده لو كان فارس كسبه اعتقد كان فارس ممكن يقرب ان هو يكسب الماتش، ممكن ما اعرفش يعني. الجيم الخامس كان هيبقى على حسب البدايه، كنت الماتش كان هيخش في حته اي حد كان ممكن يكسب، فالحمد لله يعني اللي انا قدرت اكسب وقدرت امسك اعصابي جامد. كان الماتش دايما اي فاينل بيبقى مين هيمسك اعصابه اكتر من الثاني يعني. طيب، وبما ان شهر مارس هو شهر المرأة زي ما كل حضراتكم اكيد عارفين، ما كانش ينفع ان اخر يوم جمعة في الشهر تعدي بدون ما يكون في فعالية كبيرة تخص المرأة. بنتكلم عن المهرجان الرياضي اللي تم تنفيذه بمناسبة شهر المرأة بحي الأسمرات، طبعا بحضور عدد كبير من البطلات الرياضيات والشخصيات العامة. هنشوف مع حضراتكم شوية تفاصيل كده من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الطفرات الكبيرة جدا اللي قيادة سياسية من البداية خالص يعني حطتها برؤية كبيرة، نقل المناطق غير الأمنة إلى مناطق أمنة، العشوائيات إلى مناطق زي ما إحنا والمجتمع كله بيشوف في مصر. مناطق كتيرة جدا اتحولت من مناطق كنا بنشوفها وبنشاهدها في الأفلام، كانت حاجة مش يعني الشكل اللي بيعبر عن المصريين. النقلة مختلفة تماما، نقلة حضارية للمجتمع المصري. أصبح أهالينا بيعيشوا في مناطق مجتمعية بتقدم فيها كل الخدمات من خلال كل القطاعات الحكومية واللا حكومية. الأسمرات هذه يعني جزء من هذه النقلة الكبيرة جدا اللي مشينا فيها مسيرة من مكان شبابي رياضي، مراكز شباب وملاعب مفتوحة، إلى مكان آخر بيخدم أيضا مناطق حي الأسمرات والمقطم وأماكن أخرى المدينة الشبابية الرياضية اللي شرفنا بافتتاح فخامة الرئيس ليها. الحملة دي بتقول أن زي ما المرأة المصرية اتكرمت في كل المجالات، مفيش يوم للمرأة الرياضية، ففكرنا إحنا كحملة أنتي الأهم يبقى في يوم للمرأة الرياضية بنكرم فيها البطلات اللي محدش يعرف عنها حاجة، اللي رفعت
رفعت علم مصر ومحدش كرمها، اللي هي اتنست، اللي قعدت في البيت دلوقتي وما بقتش تمارس رياضة، لا بنقولها احنا فاكرينك وعايزين نكرمك. بنكرم البطلات اللي رايحين طوكيو 21، عشان برضو معظمنا ما يعرفش مين رايح طوكيو 21. معانا نخبة كبيرة جدا من نائبات رياضيات، بنقول لهم لازم تبقوا معانا في الحملة علشان انتي الأهم، مهمة جدا رياضية. النهاردة طبعا تدشين اليوم الرياضي للمرأة المصرية، وده هي حدث مهم جدا، وده يعني بيمثل بداية لليوم الرياضي للمرأة المصرية، هيكون 26 مارس من كل عام، ودي بتمثل يعني اليوم ده والاحتفال وبداية الاحتفال باليوم ده بيمثل اهتمام، مدى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية وبالرياضة بوجه خاص. ده شهر المرأة وأنا عملت إنجاز في شهر المرأة، فكان حاجة كويسة وحاجة جديدة، ومنها أن احنا بنشوف زمايلنا، احنا ما بنقابلش بعض غير في التكريمات وكده، لأن كل واحد مشغول في رياضته. وطبعا دي حاجة عظيمة أن احنا برضو نشجع الـ الأولاد الصغيرين أن هم يشوفوا كوادر في كل المجالات، يعني ليهم قدوة أنهم عايزين يحققوا في الرياضة في مجالات برة، فدي حاجة كويسة أن احنا نشجع الأطفال الصغيرين وأن احنا يكون في حاجة مميزة للبنت عامة. يعني أكيد طبعا الحمد لله عاملة دور كبير جدا، وبالتالي أن احنا موجودين هنا النهاردة ومش في رياضات بسيطة، لا ده في رياضات عنيفة زي النهاردة رفع أثقال، زي مصارعة، زي تايكوندو، ألعاب كتير جدا مش عايز أنسى حد. فالحمد لله دور المرأة أثبتت أن هي ليها دور كبير في المجتمع، وأن هي تقدر على أي حاجة بيعملها الراجل وبتنجح فيها كمان أكتر وأكتر، وده بدعم أكيد من اللي حواليها، بدعم من سيادة الرئيس، من حرم سيادة الرئيس، من وزارة الشباب والرياضة. المرأة دلوقتي بقت بتبقى يعني مهتمة جدا أن هي تبقى حاجة كويسة في المجتمع، بتبدأ أن هي تشارك في كل حاجة، أن هي عايزة تمثل مصر. مصر يعني دلوقتي بدأ يتذكر اسمها في دول كتير الحمد لله، يعني فلا المرأة دلوقتي بقت غير المرأة بتاعت زمان. يعني شايفة انه تواجدها ده مهم، ان احنا بنكمل بعض في المجتمع سواء رجل او ست، لينا بصمتنا، لينا يعني كل حاجة بنبقى متواجدين فيها لينا شيء مختلف، ودايما يعني السيدة انتصار السيسي وكمان الرئيس بيدعم دور المرأة حتى في البرلمان، حتى في كل وقت. المرأة بتمثل مصر في كل بلاد العالم، في البرلمان بتمثل مصر في كل حتة، يعني ودي حاجة كويسة، لأن احنا بنطلع بنقول احنا والله موجودين، مش بس محطوطين في مربع اننا بنتجوز مسؤولين على الولاد، لا احنا مسؤولين ان احنا شايلين اسم مصر، ومسؤولين ان احنا بنطلع اولمبيات عشان نحقق حاجة، عشان الناس كلها تقول المرأة بتعمل حاجة في المجتمع وليها بصمة كبيرة في المجتمع. هو انا بصراحة يعني اول مرة ان انا اجي المكان ده، انا رحت فعلا معالي الوزير امبارح وكان شافني، يعني كان في جمله كان قاعد يقولها لي، يعني انا كنت اول مره ان انا اجي المكان ده، ان انا مع مجلس القومي للمراه عايزه اشكرها بجد دكتوره مايا، ان هي يعني خلتني في الموضوع اللي هي بتاعه مجلس القومي للمراه، فده شرف ليا ان انا اكون موجوده، وشرف ليا ان انا اكون قدام معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وانا كنت مبسوطه جدا. وفعلا انا قابلت يعني في جمله كان معالي الوزير كان بيقولها ما كنتش قادره انساها، يعني لما شفته قال صديقتي، انا بقى ما كنتش، انا كنت مبتسمه بقى لما قابلني مره واحده كده، فكنت مبسوطه جدا جدا. انا بس عايزه اعلق على نقطه، لان اختيار المكان اكثر من رائع. ليه؟ لان انت بتتكلم عن اختيارك لحي الاسمرات، حي الاسمرات ده من اكبر المشاريع المصريه لتطوير هنا العشوائيات، فكره ان انت بتعمل مشروع ضخم جدا على 3 مراحل بتسكن فيه الاسر، يعني من A to Z زي ما بيقولوا على المفتاح، بيستلموه مقابل تقريبا 400 جنيه شهريا بيدفعوها، حاجه جميله جدا. مش فكره بس ان انت بتنقل الشخص من مكان لبيئه افضل، لا انت كمان بتحسن
حياته، وحياته دي بتنعكس على ثقافته، والثقافة دي بتصب بعد كده في المجتمع، بمعنى ان انت بيبقى عندك مجتمع افضل فكريا كمان، مش فكرة بس حياتيا. فانت كل حاجة بتعملها اكثر من رائعة. وكمان ان انا اروح اعمل حاجة زي كده او مهرجان زي ده هناك، قد ايه ده هيفرق، قد ايه الناس دي هتحس ان في اهتمام بيها، قد ايه ده بيطور اصلا العقول هناك والنفوس. فالاختيار اكثر من رائع بجد، تحيه كبيره جدا. مليون في الميه كلامك مظبوط، وبيصب كله كمان في مصلحه الهدف المنشود اللي هو فكره بناء الانسان المصري. صحيح. وزي ما انت بتقولي الحكايه مش مجرد بس اربع حيطان وسقف، ده انت كمان بتمهدي له عمليه تغيير سلسه ونعمه ثقافيا واجتماعيا وفكريا هينتج عنها رقي هينعكس بالايجاب على المجتمع ككل. فيتفضل لك ايه بقى؟ يتفضل لك ان احنا نحافظ بقى على ده. أيوة. يعني سكان الأسمرات أو سكان أي منطقة مشابهة من النوع اللي بنتكلم عليه، دورهم بقى إن هم يحافظوا على ده ويسعدوا بيه. فاهمة إزاي؟ أنا مؤمنة جدا إن على يعني إن شاء الله على السنين القادمة كده، أنا شايفة المشهد ده والله حاسة إن ده إن شاء الله هيحصل، إن إحنا هنوصل هذه المرتبة، إن إحنا هنبقى بنرفض الغلط في الشارع. يعني دلوقتي ممكن في سلبية إلى حد ما في فكرة حد بيرمي حاجة، حد بيتصرف تصرف غلط، حد بيضايق حد في الشارع، حد بيتعدى على حد. في اوقات بنشوف حاجات زي دي او نماذج زي دي وبنمشي وبنسكت، لكن انا اعتقد مع التغيير الثقافي اللي بيحدث نتيجه التطوير اللي على الارض اللي الدوله بتعمله، فده هيخلينا بعد كده نصل لفكره ان انا هشوف الغلط وهعترض عليه. فساعتها انت هتلاقي الموضوع ايه، بيقل جدا كنسب غلط، وفي نفس الوقت المجتمع ابتدى يتطور وابتدى ما يقبلش اصلا الصوره السلبيه، سواء في كصوره موجوده جماديه او في سلوكياتنا. فانا شايفه ان شاء الله ان دي خطوات كده هتوصلنا للمرحلة. يعني فكرة ممكن يجي علينا اليوم للبطل نندهش فيه لما نسافر أي بلد أوروبية ونلاقي إن إحنا مش مختلفين عنهم في أي حاجة، متأكدة. شوارعنا نفس النظافة، سلوكياتنا نفس سلوكياتهم، فكرك؟ أنا أعتقد جدا ده هيحصل. ده يبقى شيء رائع. كل حاجة هتاخد وقت، فإحنا الدولة بتبني، ومش بتبني بس زي ما إحنا قلنا جماد أو مشاريع، لا بتبني الإنسان واحدة واحدة. على السنين أو السنوات القادمة أعتقد إحنا هنوصل لده، وممكن نبقى أفضل كمان. يا مسهل هو نوز زي ما بيتقال. يا مسهل. عايزين نروح لحاجة جميلة برضو اتكلمنا فيها برضو قبل كده في 10 الصبح في الأهلي، وهي رياضات الفتيات للدفاع عن النفس. في ألعاب قتالية وفي دفاعية، بيكون يعني عليها إقبال شديد، ومؤخرا شفنا ده من الفتيات ومن الأهالي كمان، بقوا حابين إن هم بناتهم يروحوا ويتعلموا فن الدفاع عن النفس علشان محدش يضايقهم. في رياضة تحديدا اسمها الويندو، هي بتضم بشكل أساسي حركات الدفاع عن النفس خاصة يعني للفتيات. خلينا نفهم أكتر، نعرف أكتر من التقرير ده ونرجع نعلق. الويندو هو اساليب دفاع عن النفس للبنات، بس مختلف شويه عن السيلف ديفنس المعتاد، لان احنا بنركز قوي على التدريبات النفسيه، ازاي البنت تقدر تحمي نفسها ضد التحرش او ضد اي نوع من انواع العنف من خلال تدريبات نفسيه زي نظره العين، الصوت، لغه الجسد، بجانب التكنيكات الجسديه في اوقات الخطر لو تعرض لا قدر الله لخطف او تحرش جسدي، ازاي برضو تقدر تدافع عن نفسها بس بتكنيكات سهله وبسيطه مش معقده. البنات كلها اول مره تعرف تدريب ويندو، عايز اقول لك ان هم اغلبهم بيلعبوا يعني بيلعبوا رياضه بس استمتعوا جدا بالتدريب، لانه الموضوع مختلف شويه. هو احنا بنشتغل على الحاجات اللي بتحصل بشكل يومي للبنت، يعني ممكن تكون بتعرض لتحرش بصري الناس بتبص عليها، ففي حاجات تحتاج عشان ادافع عن نفسي حاجه بسيطه قوي، يعني ممكن بنظره عين اوقف وردع اللي قدامي عن ان هو يضايقني، ممكن بصوتي او طلب المساعده اقدر ان انا احافظ على نفسي واحمي نفسي من الخطر، واقدر كمان انقل الخبره وانقذ غيري، لان الفكره في التحرش لو احنا كلنا تكاتفنا عشان ننهي، كلنا تدخلنا بقى لينا موقف ايجابي سواء رجاله او ستات، هنقدر نقضي على الظاهره دي. هدف الويندو الاساسي ان احنا نقوي ثقه البنت بنفسها، كل ما ثقتها بنفسها تزيد هتقدر تواجه، هتقدر تصمد، هيبقى عندها صلابه نفسيه كافيه تقدر بيها تدافع عن نفسها وترفض اي حاجه. الحقيقه ان الويندو ميزته انه يعني بيأثر على كل قطاعات الحياه، مش التحرش بس او اي عنف بتعرض له، لا، ان انا يبقى عندي ثقه بنفسي، اقدر ان انا اطور مهاراتي، اكتشف كانها رحله للذات جوه نفسي، رحله جوه نفسي بكتشف فيها نقط القوه بتاعتي فاقدر ان انا استخدمها، نقط الضعف اقدر ان انا اقويها. فهي دي الفكره في التدريبات النفسيه. يعني علشان اتدرب تدريبات سهله، ويعني عشان مثلا لو مثلا اتخطفت حد يعني عمل معايا تعرش كده اعرف ادافع عن نفسي.
انا بشجعهم علشان برضو ما يخافوش ويعني يعملوا زي ان هم ايه ما يسيبوش نفسهم يتخطفوا ويستو يعني يسكتوا يعني يعملوا حاجه يصرخوا يزعقوا يعني يبصوا له بنظره يعني مرعبه يبين ان هم اقوياء كده. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، اهلا بكم في 10 الصبح في الاهلي. تابعنا معاكم قبل ما نطلع هذا الفاصل تقرير لطيف جدا، فكره الدفاع عن النفس والفتيات بقت متالقات في الفتره الاخيره في الموضوع ده. بص هقول لك على حاجه، انا ليا وجهه نظر هقولها سريعا جدا في الموضوع ده. انا مع طبعا ان البنت تبقى عارفه ازاي تدافع عن نفسها، ولكن مش مع ان ده يكون الوسيله او دي تكون الوسيله الوحيده ان انا اقدر بيها ادافع عن نفسي. يعني انا عايزه في نفس الوقت ما اخرجش بره جلدي او ما اضطرش ان انا يا كريم يعني مش استغنى عن انوثتي، بس ان انا يعني ابقى عنيفه او ان انا ابقى مش انا علشان مجرد ان انا دافع عن نفسي. طب لو الظروف الظروف هتضطرك في بعض الاحيان، لو يعني لو الظرف من دول اضطر الواحده ان هي تتخلى عن مش بس عن انوثتها وعن كل حاجه بقى في الدنيا وتحل المشكله الكبيره اللي هي فيها، فساعتها بتنفع قوي الحاجات دي. دي بقى في المواقف اللي هي المفروض تبقى صعبه قوي ونادره. يعني ونادره ف ولكن قصه ان انا من وبنتي صغيره اقعد اقول لها انت لازم انت اللي تدافعي عن نفسك، ما فيش حد تاني هيدافع عنك، ما فيش حد هيجيب لك حقك، لا احنا عايشين في دولة والدولة بتحمي وفي قانون في نفس الوقت، واحنا سعداء جدا ان الفترة الاخيرة اصبح هناك كمان قانون للتحرش، هذا المصطلح اللي ما كانش موجود اصلا قانون ولا كان حد بيعتد بيه، ولكن اصبح هناك هذا القانون وكمان ليه عقوبة، والعقوبة كمان البعض بيطالب ان هي يعني تقلص او تغلط. فده شيء يعني دل على شيء، فده لان برضو في ثقافة وفي فكر بيتطور، ولكن انا النقطة الصغيرة دي بس هي اللي بتكلم فيها، ان انا برضو مش عايزة البنت تبقى مضطرة ان هي تدافع عن نفسها، بس مضطرة نحط تحتها كذا سطر. طيب تعالوا بقى نعمل زي ما بنعمل مع حضراتكم يعني في بداية كل حلقة من حلقات 10 الصبح في الاهلي، نتابع سوا ونطمن على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. عايزة بقى أقول لك على حاجة، بما أن احنا شفنا دلوقتي درجات الحرارة والطقس وتابعنا يعني الجو عامل إزاي، وفعلا كان درجات الحرارة انخفضت 7 تقريبا درجات في كل محافظة. يعني أنا كنت في أسوان في الويكند اللي فات ده، عايزة أقول لك بجد احلى جو بقى. يعني انت فاكر لما احنا كنا عرضنا، انا سرحت في ان انت كنت في الاقصر. لا ده في اسوان، لا الاقصر ده كانت في افتتاح الافتتاح هناك. فين السوداني بتاعي يا ست الكل؟ لا الحمد لله انا ما قلتلكش بقى، ما انت قلتي هو على الهواء مباشره عشان اللي بيشتري يتفرج. طب احنا رحله الاقصر مشيناها دوم بس وقلنا الوقت كان ضيق عشان افتتاح الاستاد، وقد كان. طب اسوان حيث الفول السوداني اللي ملوش زي. بس عايز اقول لك على المهم والله، يا ريتك قلت الخبر ده يا هوندي، يا ريتك قلت الخبر.
المهم وبعدين أسوان بجد احنا يمكن كنا بنتابع هنا الفترة اللي فاتت وبنشوف درجة الحرارة 42 40 39 طبعا ده العادي بتاع أسوان طبعا اللي من محافظات شديدة الحرارة يعني. ولكن بما ان احنا كنا بنقول ان الأسبوع اللي فات دكتور شاهين كان بيقول لنا الأسبوع اللي فات هيبقى فيه ماينس 7 درجات يعني فهناك الجو كان أكثر من رائع. دي حاجة كنت عايزة بس أنقلها لحضراتكم. الحاجة الثانية بقى واللي هي مش جديدة وخبر ما هوش يعني حاجة أو معلومة جديدة, الناس هناك بجد من أفضل الناس اللي عايزة أقول لك يمكن مش دارسين سياحة ولكن عندهم مهارة التعامل مع السياحة حتى السياحة الداخلية بشكل محترف طبعا. هناك يحببوك أن أنت تجيلهم مرة واثنين وثلاثة من كتر ما بيتعاملوا بأدب وبكرم وبطيبة. ويعني أقول لك إيه بجد أسوان العادي أن أنت تلاقي طفل ما كملش 7-8 سنين وبيتكلموا 5-6 لغات مختلفة وبطلاقة جميلة جميلة جدا البلد هناك والناس هناك شعب طيب مناظر شعب جميل. ويعني من هنا بجد تحية لكل شعب أسوان وكل الناس أخواتنا هناك حاجة كانت جميلة وشكرا على الاستقبال المحترم والجميل حقيقي. وبما ان احنا بنتكلم عن تشجيع السياحة الداخلية فكان لازم الواحد يعترف يعني كسائح داخلي ان هو انبسط جدا. فشكرا لكم ان انتوا جزء من ان بتخلوا اي حد بيسافر او من الرحلة ان هي تكون حلوة. فيعني انا بنصح بجد بس مش عارفة بقى الايام اللي جاية هتبقى صعبة بتهيألي, بس انا بنصح بجد الناس تروح تشوف يعني تخرج عن المألوف. عارف احنا في اماكن كده دايما بنسافرها صحيح. بلدنا فيها اماكن كتيرة حلوة ولما تروحوا تصوروا ونزلوا كل ده ماركتينج حلو لينا كمان. يعني الاجواء حلوه والناس طيبه والمزارات كتير والسياحه الداخليه ومفيش كيس فول سوداني يعني. يلا معلش هنرجع نكمل كلامنا في النقطه دي في الفاصل. فكريني بقى برضو اقول يمكن ضميرك يصحى من ناحيتي ونلاقيك الرحله الجايه عامله حسابي ان شاء الله في البلد. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على مقر جريده اليوم السابع مع زميلتنا العزيزه نورهان طمان وهنتابع معها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. وطبعا مبدئيا نورهان صباح الفل عليكي, اهلا بيكي معانا وعايز اسالك على تفصيله كده. صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية ولكن كمان خلينا نفكركم بأهم مباريات اليوم. يمكن في تصفيات أوروبا للمؤهلة لكأس العالم إن شاء الله منتخب فرنسا هيواجه كازاخستان الساعة 3 ومنتخب أسبانيا هيواجه جورجيا الساعة 6 والساعة 6 أيضا إنجلترا هتواجه ألبانيا ورومانيا هتواجه ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا الساعة 9 إلا ربع. أما بقى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية فليبيا النهاردة هتواجه تنزانيا الساعة 3 ومنتخب تونس هيواجه غينيا الاستوائية الساعة 3 أيضا والساعة 6 السودان هتواجه جنوب أفريقيا. ونروح بقى لأخبارنا وأول خبر معانا من موقع يلا كورة. مدرب المريخ سنحاول خلق مشاكل الأهلي ونتطلع للفوز. قال الإنجليزي لي كلارك المدرب أو المدير الفني لفريق المريخ السوداني أن هو بيدرس النادي الأهلي في الفترة الحالية بشكل كبير جدا وقال أن هو دخل معسكر مغلق منذ 7 أيام لدراسة النادي الأهلي وكمان يمكن اتكلم بشكل محدد جدا على هجوم النادي الأهلي وإزاي هو في الأيام الحالية بيدرسه وعارف أنه هجوم النادي الأهلي ويمكن أقوى يعني أو أكبر نقاط القوة داخل الفريق. المدير الفني إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه مريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ومن موقع في الجول وخبر معانا هنا يمكن اتكلمنا قبل كده كتير عن بعض الإهمال الطبي في الدوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. معانا خبر بين موقع في الجول في الدرجة الثالثة المسعف والسائق كان يؤديان الصلاة نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي. شهدت مباراة بدر وشباب القباري في دوري الدرجة الثالثة واقعة غير اعتيادية. دخل يعني أو دخلت عربية ملاكي أرض الملعب بعد إصابة لاعب في صفوف فريق بدر ونقلت اللاعب من الملعب بدلا من عربية الإسعاف اللي يمكن كان زي ما قلنا المسعف والسائق كانوا مشغولين بتأدية الصلاة. يمكن دي طبعا زي ما قلنا دي مش أول واقعة نشوفها في بالشكل دوت في الدوريات المختلفة المصرية. نتمنى ان احنا ما نشوفش المشاهد دي مرة اخرى. المباراة طبعا انتهت بفوز بدر بهدفين مقابل هدف. ومن موقع وجريدة اليوم السابع فريدة عثمان مشروع ميدالية جديدة لمصر في أولمبياد طوكيو.
تأهلت السباحة المصرية فريد عثمان اللي بتواصل النجاح والتألق لطبعا أولمبياد طوكيو للمرة الثانية على التوالي بعد ما حصلت على الميدالية الذهبية أمس في الكأس الدولية اللي يمكن بتستضيفها الولايات المتحدة في سباق 100 متر فراشة. طبعا كل الأمنيات بالتوفيق للسباحة المصرية والنجمة المصرية فريد عثمان إن شاء الله، وتشرفنا وتحقق ميدالية لينا في طوكيو. وأخيرا بقى من موقع سكاي نيوز، قبل صافرة النهاية رونالدو يغادر الملعب أمام المنتخب الصربي. يمكن شفنا مشهد كان غريب شوية، قام بي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما خلع إشارة الكابتن ورماها في الأرض ويغادر الملعب قبل انتهاء المباراة، وده يمكن اعتراضا على حكم المباراة اللي قرر استمرار اللعب بعد ما سجل كريستيانو رونالدو هدف صحيح والكرة يمكن كلنا شفناها ان هي تخطت خط المرمى. طبعا الهدف اللي كان هيغير سير المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، رونالدو خرج بشكل غاضب جدا اعتراضا على حكم المباراة. يمكن دي كانت أبرز أخبارنا هنا من داخل موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. كل الشكر للزميلة العزيزة نورهان طمان، واللي بتمثل قطر. أنا في أول حتى قدمت ليها قلت إيه، عايز أسألك على حاجة، الله بصلي على النبي قطر. طب مش هسألك يا نورهان وحدردش مع نهواند في النقطة. بنشكرك جزيل الشكر، نورتينا، أهلا بيك. خبر عجيب قوي. انا بتفق معاك فعلا، احنا كنا عايزين نروح للتفاصيل شويه، لان فكره هنا الدرجه الثالثه والرابعه فعلا احنا دايما بنتحدث، وده حصل قبل كده، ان حتى لو في عربيه اسعاف، عفوا حتى لو ما حدش اقتحم بعربيه يعني او عربيه ملاكي، بيكون اوقات ما فيش عربيه اسعاف، بتكون عربيه نقل موتى. ده مشهد شفناه من شهر ونص، كنا قايلين خبر مشابه لده. مش مشابه، ده خبر بحذافيره زي ما انت بتقولي، عربيه سياره نقل موتى بتنقل لاعب مصاب، واحنا مش هنخلص من المواويل دي. لا فعلا انا بتفق معاك، وبنعيدها مره تانية للخبر اللي كان معانا اللي هو في الدرجه الثالثه، المسعف السائق زي ما حضراتكم شايفين داخلين، بدل ما يدخلوا بعربيه الاسعاف وما كانوا بيأدوا الصلاه، وتم نقل اللاعب يعني المصاب بسياره ملاكي دخلت زي ما حضراتكم شايفين. يعني ما حدش بيعترض على حاجه، ولكن المفروض يكون في بديل، المفروض يكون في برضو حد متواجد لاي ظرف كان، ما ده برضو عمل، والعمل عباده، يعني مش عايزين نخش برضو في الحته دي، ولكن لما حضرتك تقصر في عملك برضو أكيد هتحاسب. يعني القصة برضو لازم تكونش بهذه الصورة. وأنا بس كنت عايزة كمان أعرف منها هي الإجراءات اللي اتخذت بعد كده إيه، يعني بدتناش فرصة نسأل. بس هو تعالي نتخيل مع بعض جدلا كده، لو كان صاحب العربية الملاكي ده مش موجود وكان حد مثلا بموتوسيكل، يعني كنا هنشوف اللاعب المصاب قاعد ورا سواق موتوسيكل طالع بيه على أقرب مستشفى، او كان لا قدر الله لو الاصابه شديده كان ممكن ان هي تنتج عن يعني مشكله كبيره صحيه للاعب، يعني ممكن ما كانش يلحق. فالموضوع مش شرط كل مره يعدي يعني على او بسلامه، فنتمنى يعني هو في جانب ساخر بطبيعه الحال، بس الحقيقه طالما بنتكلم على ارواح وبنتكلم على اصابات يبقى حتى الجزء الساخر مش ساخر، ده دلوقتي بيسموه ضحك كالبكاء اللي بيحصل ده. انا عايزه اروح بقى معاك لحاجه او قصه جميله اللي جايه دي جدا جدا، هي قصه انسانيه وقصه انسانيه مختلفه. حكايه هنا لاعبه قررت ان هي تسيب كره القدم اللي هي الرياضه اللي يعني بتلعبها او بتمارسها عشان تتفرغ لصديقها المصاب بالسرطان. نقف هنا ثانيه واحده، ادي الايه الولاء، ادي التضحيه، احنا بنتكلم عن المرأة صح كده، ايا كانت حتى بالأمر احنا في شهر المرأة. بس فحاجة جميلة وبنشوفها اللي حضراتكم شايفينه ده بقى بقية الخبر. اللاعبة او لاعبة نادي ملبورن سيتي الاسترالية هي اعلنت انها هتعتزل كرة القدم في سن 28 سنة، وده طبعا سن الى حد ما برضو مبكر. لكن صديقها اللي هي كانت عايزة تعتزل علشانه لان هو مصاب بسرطان زي بتقول لحضراتكم، عايزة تقف جنبه، صديقها هنا فاجأها بقى بطلب الزواج في اخر مبارياتها داخل الملعب. يعني طبعا حاجة حلوة، يعني اللي هو عمله ده حلو حتى لو هو ما كانش مصاب بالسرطان، وحتى لو ما كانش هي هتعتزل علشان، بس هي حركة حلوة ان هو رايح بيتقدم لها في مقر عملها، دي حاجة جميلة. وفي نفس الوقت مشاعر حلوة، وعارف كده الواحد بيحس ان لسه الدنيا بخير لما تلاقي اتنين فعلا بيحبوا بعض وبيضحوا. ده اللي احنا نعرفه عن الحب او الزواج، لازم يكون في تضحية، مش فكرة حد بيقول انا او يلا نفسي وبس. فحاجة جميلة بصراحة، فكرة المشهد الصدق في المشاعر حاجة ملفتة
جدا للنظر في القصه دي. اللاعبه قررت التفرغ بالكامل لدعم صديقها اللي بيخضع للعلاج الاشعاعي والكيميائي نظرا لمعاناته من ورم سرطاني في المخ. كانت مباراه ملبورن سيتي امام بيرث جلوري هي الاخيره لهذه اللاعبه مع فريقها, وفي اللقاء ده افتتحت هذه اللاعبه المعتزله التسجيل في مباراه انتهت بفوز فريقها بهدفين لهدف واحد فقط. واذا يعني بطلب صديقها الزواج منها خلال احتفالها بالهدف, واول ما توجهت الى المدرجات شفناها زي ما حضراتكم تابعتوا معانا وهو قاعد على ركبته وبيهديها خاتم الزواج. ربنا يمن عليه بالشفاء ويسعدهم يا رب يا رب يسعدهم. وهي كانت بعد اللقاء يعني قالت جمله مهمه للاعلام كمان, قالت انا مش عن ايه ده بقى اللي حصل رفايع كل دي رفايع فضلت خيرك ما تاخديش في بالك. لا اشعر انني مستعده للاعتزال, لكن بتقول ان في بعض الاحيان الحياه بتجبرك على اتخاذ قرارات معينه, وبتتكلم عنها هي وصديقها يعني بتقول احنا منفتحين للغايه بشان كل شيء, وحكت بقى بالتفاصيل اللي حصل معاها وقالت انه تم تشخيص اصابه صديقي بسرطان المخ قبل 6 سنين وبعد كمان نوبه صرع في ملعب كره القدم خضع لعمليه جراحيه في الدماغ او في المخ. وقالت يعني كلام مهم كمان عن التضحيه بصراحه, اريد ان امنحه الفرصه للحصول على كل ما هو في وسعي ولا يمكنني فعل ذلك اثناء ممارسه هذه الرياضه. فيعني يا رب بس ما نسمعش ان هم انفصلوا بعد بعد كل دي هات عشان احنا نفسنا اللي هنزعل. طب وحشه قوي. لا بس بجد حاجه كبيره جدا, حاجه انسانيه طيب. جميله بجد. طيب تعالوا بقى نروح نشوف مع حضراتكم مجموعه مشاهد من اكثر الشلالات ومن اكثر التضاريس عموما خطوره في ايسلندا. هي مغامره مثيره جدا وناجحه للفرنسيه نوريا نيومان بطله العالم في قوارب الكاياك اللي قدرت تخوض التحدي وتتجاوز كل الصعاب في رحله تجديف داخل شلالات وتضاريس صعبه جدا بالفعل. المنطقه دي بالمناسبه تحديدا في ايسلندا دايما هي الوجهه المفضله عند ابطال رياضه الكاياك بصفه خاصه. اللاعبه والبطله نيومان اللي بنحكي عنها لحضراتكم عندها 29 سنه ونجحت بالفعل في هذه المغامره. تابعوا. طيب احنا لسه مع الرياضه العالميه, نروح دلوقتي لرياضه الجولف. توج دانيال فان بلقب بطوله كينيا الكلاسيكيه بعد منافسه كانت قويه جدا مع التايلاندي جاز جانو, وتعادل اللاعبان في المجموعه. بطولة قوية جدا وفي نفس الوقت كان في متابعين ليها يعني بشكل كبير جدا, وتحديدا على السوشيال ميديا كانت تعليقات يعني كتيرة, لأن رياضة الجولف تحديدا هي من الرياضات في دول كتيرة يعني تعتبر التوب عندهم وبتلقى كمان اهتمام كبير جدا. طيب احنا فقرتنا الخبرية مع حضراتكم انتهت ان شاء الله, هنطلع فاصل سريع وبمجرد العودة منه نبتدي مع حضراتكم فقراتنا الحوارية. في فقرة منهم هتكون انت فيها منفردة صح كده ولا ما تقولش؟ ما ده اللي هيحصل, انا قدامي ان في فقره منهم فيهم عدد اتنين ماراثون الكراسي. الفقره فقرتك يا ست الكل. ماراثون الكراسي المتحركه. أيوة. يمكن احنا على فكره اتكلمنا قبل كده عن ماراثون الكراسي المتحركه وقد ايه الناس دي كمان بتتمرن وبتتعب وبتحصل على يعني بطولات وميداليات, فحاجه محترمه طبعا. جدا يعني حابين او سعداء اكيد ان هم يكونوا معانا في فقره كامله. والفقره الثانيه اكيد هنتكلم عن الكوره وملف يعني او ملفات عديده سواء عن المنتخب او النادي الاهلي, او كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني ملفات عليها علامات استفهام كتيره جدا هنعرفها من ضيفنا الاستاذ خالد الاتريبي بس بعد الفاصل.
يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. دايما الحقيقه لما بيكون معانا ومنورنا الزميل العزيز خالد الاتربي الصديق ورئيس القسم الرياضي بجريده الشروق، دايما الكلام معاه بيحلو، دايما وجهات نظر مختلفه، دايما بيبص على الامور من منظور الى حد ما بيكون مغاير للمنظور اللي كتير مننا بنبص من خلاله على نفس الامور. فخالد انت يعني منور الدنيا كالعاده، سعداء وجودك معانا، وعندنا ملفات كتير ناخد وندي فيها النهارده. ده نوركم اكيد وانا اسعد، ودي اكيد شطارتكم انكم اللي انتوا بتديروا الحوار، مش ده يا استاذ، ده من اعمالكم سلط عليكم، انت راجل مختلف وعندك فكر راقي. شكرا شكرا، بشكرك كريم، بشكرك نوال، صباح الخير يا نوال. وبنحب تكون معانا لان كمان بيبقى عندك دايما اجابات من غير مجاملة على حاجات كتير، عليه علامات استفهام ربما البعض من يعني الزملاء أو الصحفيين ما بيحبوش يتطرقوا ليها، ولكن انت دايما تكون عندك إجابات واضحة، فدي نقطة مهمة جدا. الطبيعة علشان تحل لازم تواجه، هو ده الطبيعي يعني. بالضبط. وزي ما كريم اتكلم احنا عندنا ملفات كتيرة سواء عن المنتخب أو عن النادي الأهلي، فتحب نبدأ بالمنتخب؟ يعني أنا أعتقد خلينا نبدأ أحسن بالمنتخب، وخلينا نروح وتقييمك للماتش الأخير، بنتكلم كينيا، وما كانش الناس كلها مبسوطة، وما كانتش التعليقات يعني ربما الأفضل، كان هناك أمل أكبر، كان هناك يعني زي ما نقول كده شعور إن لا المنتخب هيكون أداء يعني ربما من أولى الدقائق الأولى خلينا نقولها كده متميز أو غير، لكن ما كانش الواقع ده. فخليني أعرف منك خصوصا يعني بعد اللقاء مع كابتن حسام البدري، هو تحدث إن هو إلى حد ما راضي عن المستوى اللي كان المنتخب عليه، فأنت شايف أنهي أو تميل إلى أنهي؟ هو أنا اتكلمت بعد الماتش مباشرة، قلت المنتخب بلا طعم ولا لون ولا ريحة، ده العنوان اللي أنا طلعت بيه واتكلمت عنه كناقد رياضي، وجهة نظري في المنتخب كان شكله عامل ازاي. لما يكون شكل المنتخب فيه لعيبه، بتكلم في محمد الشناوي واحد من افضل الحراس اللي لم يكن افضلهم على مستوى القاره الافريقيه، تتكلم في واحد، بلاش نقول على محمد صلاح زي ما الناس ما بتقولك ما بلغش محمد صلاح، على صلاح لاعب عالمي وكل حاجه، هنتكلم ان هو في قائمه العشرة الافضل على مستوى العالم، بلاش اقول لك الثلاثه. تتكلم على محمود تريزيجيه واحد من افضل اللعيبه، تكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده، واحد من الناس من افضل لعيبه القاره داخل القاره، لعيبه نادي الزمالك، اللعيبه المحترفين الباقيين اللي عندي، بيكون عندك التوليفه دي والشكل يظهر بالشكل ده، اذا في خلل، والخلل لابد انك تبص عليه وتقول الخلل فني. ليه؟ المسؤول عن شكل المنتخب او شكل الفريق هو المدير الفني، هو اللي عنده الاليات، هو اللي بيطلع يتكلم يقول انا كان عندي فلان مصاب، كان عندي المكان ده عندي فيه عجز، كان عندي. المشكله في الكابتن حسام البدري انه دائما لا يرى انه المخطئ، دائما عنده شماعه الظروف جاهزه وواضحه وصريحه، دائما في تصريح ثابت للكابتن حسام البدري بعد كل مباراه، الاجهاد، ضغط المباريات، ان اللعيبه كانت في الاجنده الدوليه كانت مفرومه. بس انا بسال الكابتن حسام البدر، حضرتك مدرب منتخب والمنتخبات لا تتجمع الا في الاجنده الدوليه، والاجنده الدوليه ما بتتحطش الا في الاوقات اللي بين المباريات بتاعه الدوريات، وبالتالي انت على طول هتبقى مجهد، على طول هتبقى تعبان، على طول هتبقى كده، وبالتالي لازم هيبقى المبرر واضح والمبرر صريح، الاجهاد وضغط المباريات. طب ما طبيعي اللعيبه هتجي لك من انديتها مجهده، ما حدش هيجي لك، اللاعب الدولي اللي انت بتضمه المنتخب عندك اكيد بيشارك بصفه اساسيه مع الفريق بتاعه، فطبيعي اللاعب اللي جاي لك اساسي من الفريق بتاعه وبيشارك في بطولات قاريه وبطولات محليه، طبيعي هيجي لك تعبان، مش هيجي لك فريش طبعا، مستحيل، لانك انت مدرب منتخب، الكلام ده اقدر اقبله من مدرب فريق، والاقي مثلا حد يقول لي ان عندي لعيبتي بتلعب كل 3 ايام ماتش، فاقول لك ممكن الاداء يبقى في ماتش بينزل، ماتشين بينزل، انما مش كل مباراه. الاقي الكابتن حسام البدري الكليشيه واضح، هو التصريح واضح، الاداء المهم ان احنا كسب، ده مش مهم الاداء، لا مش مهم الاداء، ده ما هو ده مؤشر صعب، مؤشر خطير على منتخب مصر، ان انا العب مع مجموعه ما كسبش غير فرقه منها، والفرقتين التانيين ما كسبوش، خصوصا دي لسه بنقدر نقول مجموعه يعني بسيطه وليست المجموعه طبعًا الاخطر، احنا عندنا مباريات لسه هنعمل فيها ايه اللي جايه يعني. انا داخل على تصفيات كاس عالم، احنا لما بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر واحد من كبار القاره، فلما كبار واحد من كبار القاره يظهر بالشكل ده، وهنا بنسال سؤال،
هو كل منتخبات أو كل كبار القارة ظهروا في كل مبارياتهم بهذا الشكل؟ ما هو انت بتتكلم في هما برضو عندهم ماتشات كتير ورا بعض وبرضو مجهدين بالظبط. المغرب عنده ماتشات، الجزائر عندها ماتشات، الكوتيفوار، كل الفرق. هل ممكن تلاقي منتخب عمل مباراة وحشة؟ مباراة، انما كل المباريات وحشة. طب بعيدا عن الشماعات يا خالد، ايه السبب من وجهة نظرك اللي شايف ان هو الرئيسي اللي ادى ان احنا نبقى في حالة من عدم الرضا وعدم الاستحسان ومش مقتنعين حتى بالاداء العام اللي احنا شايفينه، بغض النظر عن الجمله اللي ترددت كتير الايام اللي فاتت في بعض الاحيان بشكل ساخر، في بعض الاحيان بشكل جاد وناس مقتنعه بجدواها. وبرضه فرصه نعرف منك رايك في الجمله دي، فكره ان هناك مباريات يعني تكسب ولا تلعب. لا ده شماعات فشل يعني. لا مفيش حاجه اسمها ما انت مش هتكسب الا لما تلعب، مش كده؟ حتى لو بتلعب بطريقه دفاعيه انت كده لعبت، انك نازل المباراه ليك استراتيجيه، عارف انا هلعب على الدفاع والعب على سرعات صلاح وتريزيجيه في القلب، عندي مهاجم زي محمد صلاح، زي محمد صلاح وزي مصطفى محمد مثلا، وعندي قفشه يقدر بالسرعات بتاعته يوصل الجناحين بتوعي فيلعبوا كرات عرضيه لمصطفى محمد يجيب جول او يعمل خطوره على المرمى. وبالتالي انا ببص على المنتخب لا الاقي فيه دفاع ولا الاقي فيه هجوم، لما كينيا تكون الاكثر هجوما عليا اذا عندي مشكله. عندي مشكله ان انا يعني انا لاعب المفروض بادئ المباراه بصدتين المفروض في نص الملعب، طارق حامد وحمدي فتحي، وعندي الدفاع موجود المفروض يعني الطبيعي بالطريقه دي ما يكونش فيه كميه اللعيبه اللي بين خط النص وبين الدفاع. بلاقي لعيبه كينيا موجوده بيلعبوا براحتهم، بيلعبوا عرضيات براحتهم، عندي احمد ايمن المنصور مش قادر يوقف الجبهه اليمنى لانه اصلا طبيعي باك شمال لحد ما تجيب باك شمال. انا ما بقلل، لا اقلل من قيمه اي لاعب، انما انا احب دايما ان اللاعب يلعب في مكانه. انت مش فريق اضطريت انك تخلي لاعب يلعب في مكان غير مكانه. انت منتخب قدامك كل فرق الدوري، كل فرق الدوري صح. سكن تختار فيها في المراكز طبعا طبعا، تختار من باك شمال. هيترد عليا ويتقال لي ان احمد ايمن منصور بيلعب مع بيراميدز باك شمال، اكيد الخلل ما كانش عند احمد ايمن منصور بس، انما ده كان خلل كبير وكان بيؤثر على مستوى تريزيجيه. دايما بنقول الظهير في طريقه اللعب دي، الظهير لو كويس هيبين الجناح اللي قدامه كويس والعكس. يعني احيانا الناس كانت دايما وارجع طبعا بغض النظر عن كلامنا عن حسين الشحات في اوقات كتير، كانت في اوقات كتير محمد هاني بيبقى مصاب وناس تنتقد اداء حسين الشحات لان ما كانش فيه باك يمين حقيقي بيلعب مع حسين الشحات. طبعا محمد هاني موجود دلوقتي ونتمنى ان حسين الشحات يستعيد مستواه، انما نقصد طول ما انت عندك الباك بيتقدم ويعرف يخدم على الجناح اللي معاه هتلاقي الجناح اللي معاه بيقدر يخترق طبعا، بيقدر بيستلم الكره باريحيه، الكره ما بتطلعش معاه بمعاناه. ده اللي حصل. فانت لما تكون مدرب منتخب وتختار غلط، يعني تكون مصمم انك تختار ايمن اشرف عشان يلعب باك شمال انت عارف انه مصاب ومش هيلعب، عندك عبد احمد فتوح اصيب ليله المباراه فجبت عبد الله جمعه، عبد الله جمعه ما لعبتوش ولعبت احمد ايمن منصور، ما احمد ايمن منصور. فهنا بقول لك دي جزئيه اختيارات مدير فني غلط في الاساس، هو ده بيؤثر اكيد على شكل المنتخب. كمان برضو فكره المدير الفني اللي اوقات الناس بتتكلم بيقول لك الكابتن حسام البدر دايما مكشط، التكشيره احيانا مش دليل على الحزم والجديه. في لعيبه كان المفروض يتزعق لها يتشخط فيها، ما كانش فيه. كان في لعيبه المفروض انك زي ما بقول لك كده تكشر لهم او تبين لهم العين الحمراء بجد، انت بتلعب باسم منتخب مصر. كانت في لعيبه ما بترجعش الخط تغطي، ما كانش في لعيبه بتدافع. يعني انا مع كامل الاحترام لنجوميه محمد صلاح، انما ما كانش بيقوم بادوار دفاعيه. هل محمد صلاح لو مع ليفربول مش هيقوم بادوار دفاعيه؟ لا طبعا هيقوم بادوار دفاعيه، انما ده دور المدير الفني لما اللاعب ما يقومش بدور دفاعي ينده على اللاعب يقول له غطي ورا زميلك. فلما تقول انك مثلا في احد التغييرات غيرت عمر جابر المفروض ديفندر، انت عايز تنزل ديفندر، ما يكون عندي محمد النني لاعب وسط ارسنال جاي من انجلترا صحيح عشان يلعب، فاني اعمل تغييراتي وسبته في الاخر منزلش اصلا، ما هو بقى في حاجات ثانيه مكانه باك يمين يلعب في نص الملعب ويكون تبريري
اني لقيت الجبهه ناحيه محمد هاني مخترقه، فنزلت عمر جابر علشان يغطي مع محمد هاني ان هو مخترق عشان في لاعب ما بيقومش بدوره، ما تخلي اللاعب يقوم بدوره وتنزل الديفندر يشتغل كويس. انما تنزل لاعب علشان يغطي على لاعب ويسيب نص الملعب مفتوح ويكون نتيجته انك يكون انت تحت رحمه اداء عشوائي وتحت رحمه كيميا لحد اخر لحظه وكان ممكن جدا يجي فيه جون. لا دايما خد بالك، دايما بنتكلم على التحكيم الافريقي، التحكيم الافريقي دايما بيظلمنا خارج الارض. فعايز اقول لك ان التحكيم الافريقي في كورتين كان ممكن على الاقل كره تتحسب ضربه جزاء علينا، وتلاقي نفسك خارج خسران ومستني جزر القمر طبعا النهارده عشان تتاهل مش عشان انك تعمل. طيب انا عايزه اروح معاك خطوه خطوه، لان انت ذكرت حاجات كتيره جدا، نقاط يعني عندي فيها تساؤلات كمان يا خالد. لو هنتكلم بقى عن ازمه النني، وانا هسميها ازمه لان البعض قال ان في فعلا ازمه حدثت، وفكره كمان التغيير اللي كان مفروض يحدث بس في الاخر النني اصلا، وحضرتك برضو تقول لنا يعني صحه الموضوع من عدمه، لان قيل ده وانا شفته في تحليلات كتيره جدا ان هو رفض ان هو يسخن لما طلب منه حسام البدري ان هو يسخن. فدي النقطه، لانه شعر ان التبديل بتاعه متاخر الى حد كبير، وربما البعض يقول ليه حق وربما البعض الاخر يقول لا ما فيهوش حق، انت كده كده بتلعب باسم مصر، فاي وقت المدير الفني هيقول لك انزل انت لازم تسخن تنزل. دي نقطة. النقطة الثانية برضو في مشاكل جوه المنتخب، في أزمات بتحصل، وهديك على سبيل المثال برضو ما ذكر ان احنا بنتكلم في شارة الكابتن كان هناك خلاف عليها، هل هي من حق محمد صلاح، هل الموضوع بالأقدمية؟ القانون بيتكلم ان الموضوع بالأقدمية، ولكن حصل برضو بعض الحساسية لان كان البعض بيقول كانت من حق صلاح. يعني في أزمات حصلة جوه المنتخب، خلينا نعرف منك لو في اكتر معلومات، وفي نفس الوقت هل فعلا ده ممكن يكون اكتر على اداء اللعيبه؟ خلينا نفهم. هو الموضوع اسير في برنامج الزميل ابراهيم فايق عن طريق الزميل الصحفي الناقد الرياضي احمد عبد الباسط، وقال ان ده كان سرد الكواليس، وقال على مسؤوليته. رد امبارح ابراهيم فايق في برنامجه برضه وقال انه تلقى اتصال هاتفي من محمد النني، وقال اعتبروا الكلام اللي انا بقوله لكم ده على لسان محمد النني، اذا انا هتكلم الكلام ده عن انه كلام محمد النني. هو قال ان كلام محمد النني لم يرفض انه ينزل المباراه، الفكره كلها انه يوم المباراه ان الكابتن حسام البدري قال له انا مش هعتمد عليك انت وعمرو السوليه، قال امتثلنا والتزمنا بالقرار وما عندناش اي مشكله. الكابتن حسام البدري لما كان في المباراه ودارت المباراه بشكل معين وكان بيسخن قال له قوم سخن، وقام سخن ما رفضش التسخين، ده على كلام محمد النني اللي قاله لابراهيم فايق. ثم في النهايه نزل عمر جابر، المفروض ان هو الطبيعي والبديهي ان كلنا قاعدين مستنيين في ديفندر خرج من الملعب، طبيعي ان محمد النني هو الديفندر الاخير لانك نزلت خلاص عمرو السوليه، فالراجل هو بيسخن ليه عمر جابر بيسخن؟ خلاص بقى يعني هينزل فين تاني؟ وطبيعي لما واحد لاعب وسط ارسنال كابتن من كباتن ارسنال بيلعب بشكل كبير السنه دي، يعني بيشارك كتير مع ارسنال السنه دي، فطبيعي من جواه يزعل. فهو الكابتن حسام البدري سأله انت زعلان ولا لا، انت حاسك زعلان؟ يعني الحمد لله الكابتن البدري خد باله، مصر والعالم كل العربي والعالم بره عارف ان اكيد الدنيا لازم يكون زعلان، فطبيعي قال له ايوه انا زعلان لان كان المفروض وكذا، فشرح له وجهه نظره ان هو كان عايز يغطي ورا محمد هاني او يخلي عمر جابر يساعد محمد هاني. طبعا دي اسف، طبعا دي مشكله في اداره الحوار طبعا على فكره، ومنني اعلن ان ما عندوش مشكله، وبالمناسبه وارد جدا انه ياخد الفرصه وانه يلعب مباراه جزر القمر، ادي مشكله واكيد دي بتؤثر على الاجواء طبعا. احنا مش هنطلع كتير بره الاجواء دي وعند النقطه دي بصفه خاصه، استاذنك بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا فيها. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز خالد الاتريبي، وكنا يعني وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل ده عند تفصيله ليها علاقه بالتعامل مع اللاعبين المحترفين القادمين من الخارج. يعني مثلا هل نقدر نقول ان لم يتم الاستفاده كما ينبغي من وجود اسماء زي محمد صلاح زي النني بعدم مشاركته؟ صلاح لوحده في حد ذاته برضو في ناس كتير وقفت عند حجم المجهود اللي قام بيه في المباراه من عدمه، يعني ودي برضو اكيد ليها مرجعيه ليها علاقه بالجهاز الفني. بالظبط، هو احنا بنتكلم كمان على الشاره، احنا كنا بنتكلم
ان موضوع الشاره ما ده برضو هي موضوعات متركبه على بعض. انت ليه سايب الموضوع طويل كده؟ يعني ليه الموضوع قتل بحثا في وسائل الاعلام؟ هو مين هيبقى الكابتن؟ هي كان الكابتن محمد بركات طلع في اي تصريح زي ما التصريحات اللي بتطلع فلان الفلاني كابتن منتخب مصر، احمد حجازي كابتن منتخب مصر في حاله غياب عمرو سليم، ترتيب الكابتنه 1 2 3 4 سهل جدا. وانا برضو بتضايق من حاجه او في علامه استفهام على حاجه، اغلب الكلام اللي بيطلع من الجهاز الفني المنتخب او المعلومات تحت بند اكد مصدر مسؤول، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اكد مصدر مسؤول. الكابتن محمد بركات مدير المنتخب يتكلم باسمه، في حاجات فنيه الكابتن حسام البدري يتكلم باسمه، مفيش الكابتن حسام البدري رافض انه يتكلم، في الكابتن طارق مصطفى يتكلم باسمه كمدرب عام. الكابتن ما بيحصلش ايوب، لا ما بيحصلش خوفا من تحمل المسؤوليه ولا قليل جدا من اللي بيحصل. ولازم برضو الناس تعرف ان دي من ابجديات شغلك. ايوه ما بيحصلش ليه الكلام ده؟ خوفا من تحمل عواقب ومسؤوليه الكلام اللي هيطلع على لسانك. واضح ان مفيش تعاون بين الجهاز الفني المنتخب، واضح ان في انقسامات. ودايما دايما الكلام اللي بيطلع مثلا ان في ازمه بين الكابتن حسام البدري وبين الكابتن طارق مصطفى، ان الكابتن حسام البدري مش عايز الكابتن طارق مصطفى في الجهاز، كل ده بنشوفه في الاعلام. وما ينفعش ان دلوقتي ما اتفرجش الموضوع واحنا كل شويه كل دقيقتين ثلاثه بتلاقي خبر في ازمه بين الكابتن حسام البدري والكابتن حسام البدري مش عايز طارق مصطفى. معنى كلام خالد ده انا هوندل الصوره يعني اوحش ما احنا كمان شايفينها لو بنتكلم على انقسامات في جهاز فني لمنتخب مصر، وبنتكلم على قرارات قد تغضب البعض من اللاعبين، فنلاقي واحد منهم اتقمص بشكل من الاشكال. بيحصل، واحنا في الاخر ده منتخب مصر يا اخوانا. في عنصر الحزم بقى، مش بتكلمش على الالتزام، الحزم لابد ان يكون موجود. احنا الناس هتتكلم تقول احنا ليه قررنا ان احنا، انا واحد ماسك بتكلم ليه دلوقتي؟ احنا خلاص حسمنا التأهل. ماتش جزر القمر ماتش مهم في صداره المجموعه، انما في الاول وفي الاخر احنا حسمنا التأهل. لما في وقت قليل جدا قبل بدايه تصفيات كاس العالم، لابد ان احنا نواجه انفسنا بالازمات والمشاكل اللي موجوده عشان تقدر تحلها. هو احنا ليه دايما بنقول النادي الاهلي مختلف؟ شوف ده نادي مختلف برضه المنتخب، لان النادي الاهلي لما بيكون عنده مشكله ومستخبيه بيطلع يعلنها ويقول عندي كذا كذا كذا، عشان ايه؟ عشان جانب الالتزام يحصل، جانب انك توصل رساله بتحصل. الكابتن محمد انت طلع مشكله من احد الزملاء احمد عبد البسط اللي احنا اتكلمنا فيها ان محمد النني رفض انه يسخن، هل لقيت حد من الجهاز الفني للمنتخب بيطلع تصريح دافع عن اللاعب؟ اللاعب اضطر انه يكلم الاعلامي بنفسه علشان الاعلامي يطلع ينقل الكلام على لسانه ان ده ما حصلش. فين مدير المنتخب من كده؟ مفيش. فين المدرب العام المنتخب؟ مفيش. فين المدرب المساعد؟ مفيش. فين الكابتن حسام البدري اصلا؟ مفيش. وانت بتتكلم على واحد من المفروض انه منكباتن المنتخب، اسير بالنسبه للمشكله ومشكله كبيره. عارف يعني ايه لما يتردد في الاعلام الانجليزي ان محمد النني رفض انه يسخن عشان معترض انه ما لعبش؟ ده الكلام مش سهل على فكره. صح، كلام مش سهل جدا. فلا في حد دافع عن لاعب، لما ما بيلاقيش حد يدافع عنه بيبيع القضيه، بيرمي المنديل خلاص. لان خلاص انا مستباح، انا لا الوم على الاعلام. الاعلام اوكي، محمد النني لما عمر جابر نزل الملعب خلاص ما كملش، فاذا الروايه فيها جانب من الصحه، انما كان لابد ان هي تتوضح. طبعا ليه اللاعب عن طريق وسيط، عن طريق اعلامي يطلع يتكلم؟ دي نقطه مهمه جدا على فكره. يعني فين هو، مين محدد ادوار جهاز الفني المنتخب وايه ادواره؟ اشتغل ايه؟ مع احترامنا الكامل يعني مرتبات خرافيه اليوم كلهم، بدايه من الكابتن حسام البدري لحد اخر واحد في الجهاز الفني، ايه وظايفهم كلهم، ايه ادوارهم؟ لان لما الاقي لاعب بيدافع عن نفسه اذا شايل كل الناس دي المسؤوليه. فيعني لابد ان يكون في مراجعات لعمل الجهاز الفني، لابد ان يكون في عنصر الالتزام والحزم على عناصر المنتخب، لان احنا تاهلنا ولم نلعب. صح.
صحيح. نقطة برضو يعني تبعاتها وحشة جدا على بقية اللعيبة. يعني احنا دلوقتي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم أبعد التأهل ماشي ما فيش مشكلة، بس تصدير الأزمات من البداية كده كمان لها تأثير كبير على أي لاعب حتى لو هو مش جزء منها. يعني موضوع مش مبشر ده على المستوى، أو خلينا نقول على المستوى النفسي والأزمات اللي احنا بنواجهها لحد دلوقتي ما كناش نتمنى أنها تبقى موجودة. كنا نتمنى من بداية كده تشكيل الجهاز الفني يكون فيه يعني سلاسة في الأمور علشان مصلحة مصر ومصلحة اللاعبين بعد كده. ولكن هروح معاك بقى للشق الثاني والشق الفني. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا لسه في يعني اولى المجموعات ولسه الفرق القوية والمنتخبات القوية لسه ما واجهناهاش، ولكن مع هذا المستوى ومنتصف صراحة خالد انت بتشوف ازاي مش بس مباراة جزر القمر القادمة، لا اللي جاي لما نتكلم بقى في اوائل المجموعات، يعني انت عندك لسه فرق ومنتخبات قوية جدا، فالوضع هيبقى عامل ازاي كده سوفر، او يعني من دلوقتي كده المشهد ممكن يقرأ ازاي؟ لو على عناصر منتخب متاحة وموجودة وتم انتقائها كويس سواء من العناصر بتاعتنا محليا والمحترفين، احنا واحد من كبار منتخب القارة. انما لو بهذه الادارة، ادارة الجهاز الفني للمنتخب، لا وضعنا صعب حتى هذه اللحظة اللي هي متواجدة. وضعنا يعني صعب طبعا، وضعنا صعب. ليه؟ لازم يكون في حاجات معينة تتعمل. يمكن كان في على فكرة اوقات كان في اوقات ان بتلاقي ان عناصر كتير جدا مش متوفره في المنتخب. يعني مثلا فتره برادلي مثلا كنا مش لاقيين، ما كانش في دوري، ما كانش في، ما كنتش لاقي لاعب اصلا. يعني انك تكمل مجموعه للمنتخب كان صعب، وكنت بتلاقي اسماء من المستحيل لو في دوري شغال ومسابقات شغاله عندنا ان يكون في الاسماء دي موجوده. انما قدرت، اه نعم كان في كارثه، صحيت على كارثه غانا، انما كنت بتحاول. انما يكون عندي العناصر دي، عندك الاهلي والزمالك مثلا واصلين نهائي افريقيا، وطبيعي ان يكون عندي عناصر كويسه بين الاثنين. طبعا عندي مجموعه من المحترفين معروفين. صباح الخير يعني والسعاده دايما يا رب، والصباح كده السلامه على مصرنا باذن الله يا رب اللي جاي يكون افضل. في البدايه وقبل اي حاجه لازم نقول يعني البقاء لله، ويا رب يصبر اهالي ضحايا ومصابي حادث. اشتغل عليها بشكل كويس. تنسى بقى الشماعات. انا المدير الفني اللي دايما عنده مبررات كل على فكره، اي واحد متوسط في شغله، فاشل في شغله، متراجع في شغله، ناجح في شغله، كل واحد على الناحيتين ممكن يلاقي مبررات. المبررات موجوده والشماعات موجوده، مد ايدك وهات واحد من الدولاب هتلاقي. صحيح. انما اللي بينجح دايما هو اللي دايما بيقول لك لا انا عايز اكتر، بيتجاوز وبيركز. صحيح. فبالتالي لا، بالمجموعه اللي عندنا نقدر ان احنا نقارع زي ما بيتقال المنتخبات الكبيره بشروط. بشروط. وقبل اي حاجه لازم نقول يعني البقاء لله، ويا رب يصبر اهالي ضحايا ومصابي حادث تصادم القطار السهاج، وحادث كمان انهيار عقار، عندنا اللعيبه وعندنا الروح وعندنا كل حاجه. فيعني وعند اسم منتخب مصر، هو ده اسم منتخب مصر، هو ده. فاكيد بيخوف يعني المفروض. صحيح. يعني عشان كده احنا بنقول مباراه جزر القمر المباراه مهمه، انك تتاهل اول مجموعه، وانك تكسب اللي بتساوي معاك، اللي بيساوي معاك في النقاط، وانك بتبعت رساله لكل لا يعني كان عندي فتره متراجع فيها في الاداء. انما لما لعبت مباراتين ورا بعض، كابتن حسام اهو اللعيبه معاه بقى لهم فتره، يعني المجهد المفروض يكون ريحه، واللعيبه يعني ما عادش فيه. اعتقد ان مفيش حجه لكلمه بقى الاجهاد، وان مفيش انسجام، الكلمه اللي دايما بنسمعها انسجام في الفرق وانسجام في المنتخبات. اعتقد ان ده يا رب دايما كده يعني نشوفك على خير. ربنا يخليك. صباح الفل عليك والله. احنا هنطلع فاصل وهنرجع برضه كده، لان احنا لسه بقى معانا ملفاتنا وكريم اخرى ولسه الدوري، ولسه اكيد ملف الاهلي والمباريات القادمه، يعني عندنا كلام كتير برضه. فاصل سريع ونرجع نكمل. بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنت بقول قبل الفاصل احنا لسه معانا ملفات كتيرة عايزين نتكلم عنها، ونبدأ بقى معاك خالد وملف هنا الأهلي، والسؤال المعتاد اللي طرحناه قبل كده بس حابين برضو نعرف وجهة نظرك، لأن البعض كان بيقول إن دي حاجة إيجابية جدا، فكرة التوقف هنا عشان يعني التوقف الدولي اللي حصل مع الأهلي، وربما يعطي موسيماني فترة هنا لإعادة ترتيب الأوراق، لإعادة التشكيل بشكل بقى نهائي، لأن لحد دلوقتي ربما ما فيش تشكيل واضح بسبب إصابات أو غياب موجودة في الفريق. فبتشوف ده فعلا يعني أو بتميل للرأي ده؟
وافضل حاجه حصلت قبل التوقف فوز الاهلي على فيتا كلوب بالنتيجه المريحه دي. عارف بتخلي كل الدنيا تهدى وترتاح وكان باداء كويس. فالفتره دي فرصه لاعاده ترتيب الاوراق. طبعا هو احنا انت لعيبه عندك كتير اجهدت في المنتخبات وعندك برضو تحدي صعب اللعيبه دي هتنضم لك على طول تسافر معاك للسودان. فانك تفكر ازاي تعمل التبديل والتوافيق دي اللعيبه جايه تعبانه مجهده ان هي تشارك ازاي في مباراه صعبه مباراه المريخ صعبه في اجواء صعبه. انت عايز تخلص على الامور عايز على الاقل تخرج واحد من المنافسه عشان يبقى الموضوع قريب قوي. فالموضوع فيه ليه وعليه انك مدير فني قربت شويه شفت قطاع كبير من الناشئين بيتدرب مع الفريق ومعلوماتي انا ان هو عاجبه كم عناصر مميزه كمان يقعد ويشوف يتابع المعارين اللي عندنا بره. النادي الاهلي عامل تجربه كويسه جدا جدا استفاد منها وجانا ثمارها الموسم اللي فات لما لعبت جاب لما خرج لعيبه للاعاره زي ناصر ماهر زي اكرم توفيق زي محمد شريف زي كل اللعيبه دي. تخيل انت لو كنت اشتريت اللعيبه دي بارقام كنت هتشتريها بارقام بكام انما رجعتها ودلوقتي هم عناصر اساسيه عندك في الفرقه. فهو في الفتره دي بص برضو على المعارين شاف المعارين مين افضل واحد فيهم مين محتاج ايه تتواصل معاه فتقول له لو لاعب مثلا عايز تحفيز ف تكلمه علشان تحفزه وقول له ان مثلا المدير الفني بيبص عليك او احنا مهتمين بيك. دي جزئيه وملفات مهمه بتشوف النواقص بتاعتك ممكن بتشوف تتابع الملفات اللي ناقصه عندك او اللي محتاجه. لا كان وقت انك بتلتقط انفاس عند جزء معين وبعض لعيبه معينه انت بتبص على محتاجين ايه. عندك اللعيبه الدوليين اللي عندك اللي ما انضموش للمنتخب بتزودهم شويه زي حسين الشحات زي مروان محسن زي اجايه زي بدري منون كل دول فرصه طبعا انك مدير فني يشتغل عليهم تخف الضغوط من عليهم شويه. حسين قصدي نتكلم بالاسماء مثلا مروان كان تالق قبل الفتره وبدا يظهر قبل فتره التوقف فانك تفضل محافظ او المدير الفني يفضل محافظ ويشوف ويدوس على اللاعب يدوس على اللاعب بمعنى ان هو يعلي فيه بعض الجوانب عنده فيأهله. فده كويس بالنسبة لحسين الشحات يديله فرصة يخف الضغوط الجماهيرية عليه شوية يتكلم معاه اللعيب احنا مستنين منه كتير. ففي اكيد ايجابيات حصلت كويس كده. السلبيات طبعا الاجهاد وده انت طبعا ده دورنا ودور الاندية اصلا انها تكون الوقود للمنتخبات انما على المنتخبات ان هم يراعوا برضو حالة الأندية وإن هم ما يحطوش الأندية في أزمات في مواقف صعبة زي ما حصل في أي مباراة. على ذكر المنتخبات أنا الحقيقة معلش سامحني يعني هروح معاك بسؤالي ده للمنتخب وبعد كده نرجع مرة تانية للنادي الأهلي بس أصل هو إيه يعني سؤال واقف في زوري بالعرض زي ما لا براحتك طلع إحنا إحنا على يونيو جاي إن عشنا وكان لنا عمر إن شاء الله هنبتدي بقى مرحلة تصفيات كأس العالم وعندك أنجولا وعندك ليبيا وعندك الجابون يعني ما هياش الأسماء الأتقل على الإطلاق. ومع هذا يعني بتهيألي انت ممكن يعني يتنفي يتاكد اللي انا هقوله لك ده ابتدت في الفتره الاخيره اخر كام يوم بصفه خاصه تتعالى الاصوات من البعض بيطالب بتغيير الجهاز الفني للمنتخب وعدم استكمال المهمه. لازم يعني كان يقف في زورك السؤال ده ما اصل يعني اصل احنا من اول اللقاء بنتكلم في شويه حاجات ما ينفعش نكون بنتكلم فيها واحنا بنتكلم عن منتخب مصر يعني في امور عجيبه شويه يعني انت لازم الزنقه دي يعني ما احنا فيها بقى يا استاذ. طيب اتقال الكلام ده اتقال ان عندنا مش المشكله مش في كاس افريقيا ما اتقالش على فكره ما اتقالش على المستوى الاعلامي والجماهيري بس لا الناس بتفكر او مش بتفكر هي تمشي الراجل يعني مستوى مقلق خلينا نكون المستوى مقلق خلينا نسميها اعاده تقييم اضعف الايمان وارد مثلا. وارد انما هل تم اتخاذ قرار لا بالطبع انما نستنى نشوف مباراة جزر القمر هيحصل فيها ايه واكيد بعد نهاية مرحلة كل الناس بتقعد مع او يعني دي نهاية مرحلة وفي عندك مرحلة جديدة بتدخلها فوارد يكون في اعادة تقييم بعد نهاية المرحلة وقبل ما تدخل المرحلة الجديدة وارد كل شيء وارد. اذا يعني حدث ده خلينا نروح لهذا الافتراض اذا 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 حدث ده هل بتشوف ان دي خطوه ربما برضو يكون لها تاثير سلبي على اللعيبه وعلى المنتخب ولا لا يعني لان ده مش المالوف. بصي
ده مش في الاول وفي الاخر ده مش فريق، بمعنى ان انت شلت مدير فني وجبت مدير فني فاللعيبه هتهتز. لا، دي مرحله جديده وتجمعات ممكن تحصل، ممكن يحصل قبل اكيد كاس امم، قبل تصفيات كاس العالم بيحصل، ويا ما حصل على فكره ده بيحصل تغيير مديرين فنيين في وسط التصفيات ووسط. انا طبعا مش عايز يعني انا لا اقصد او ما اقصدش مش بنجزم ان في حاجه، لا يعني طبعا. لا ما فيش حاجه مستبعده يعني انا مش مسؤول، بس انما الوضع ده خلى الناس تقلق، واللي مش قلقان اكيد عنده مشكله اكيد عنده مشكله. إن قصة ان احنا يكون عندنا مبررات كتيرة ونصحى على كابوس. انا واحد من الناس نفسي اشوف منتخب مصر في كاس عالم بقى بالكابتن حسام البدري بأيا كان مين، انما اكيد مش هنستنى ان احنا نلاقي نفسنا الامال خلاص بتقل علشان احنا عايزين استقرار. الاستقرار احيانا او الاستقرار في بعض الاشياء احيانا بيكون ظاهري، انما لو بصيت على النتائج لا، ده هو ده اساسه اصلا عدم الاستقرار. صحيح. طيب لو هنرجع للاهلي وبرده في كذا نقطه يعني مقلقه شويه، فكره ان اصابه حمدي فتحي، طب احنا هننزل ديانج اساسي، طب ده هياثر ولا لا، طب هل ديانج اصلا ما يقعدش احتياطي اساسا؟ يعني ما من البدايه بقى. طيب هل محمد شريف ولا بواليا؟ يعني برده لا، يا اصابه حمدي فتحي الاول يعني لا لازم نتكلم في دي انها مهمه، واحد من اهم اللعيبه طبعا. واحد احنا بنتكلم لو واحد تعالى على اختيارات الكابتن حسام البدري بيلعب على مثلا على لعيبه دوليه، بيلعب على محمد النني مثلا في المنتخب، لا لاعب ليه تقله. موسيماني بيشوف يعني موسيماني بيشوف ان هو بيلعب كتير، يلعبه كتير على ديانج، على الرغم ان احنا بنقول ديانج عنده وظايف وادوار هجوميه افضل من حمدي فتحي، انما حمدي فتحي لعيب تحس انك ما ينفعش انك تستغنى عنه، لعيب راجل بمعنى الكلمه، لعيب مقاتل، لعيب بثلاث رئات زي ما بيقولوا، ثلاث رئات يعني مجهوده وفير في الكرات العرضيه، هيدر كويس، فلعيب مهم واكيد خسرناه. انما وجود برضو اليو ديانج لاعب لو قعدنا نتكلم عليه هنتكلم عليه كتير، لاعب اهم لاعب بيباص الكره لقدام، وده مهم جدا في لاعب خط النص، بيساعد في سلاسه الهجمه وانتقال الهجمه بسرعه وبسهوله من الدفاع للهجوم، لعيب هايل جدا. وما ننساش برضو ان احنا عندنا لاعب اسمه اكرم توفيق، اكرم توفيق لاعب مهم وفي شويه من سمات حمدي فتحي. انا مش حابب نقول احنا مش هنفتقد حمدي فتحي، لا هنفتقد حمدي فتحي، انما عندنا لعيبه تسد. يعني احنا فاضل معانا حوالي دقيقه ونص بس على نهايه الحلقه، عايز اسالك فيهم في النهايه في موضوع بقى مختلف تماما، ايه رايك في زياره كابتن محمود الخطيب للاتحاد السكندري والنادي سموحه، وقبل منها كمان بايام كان اعلن دعمه للاسماعيلي بعد لقائه مع كابتن ابو جريش؟ ده دور النادي الكبير ودور عارف الناس الكبيره انك تتواصل، هو ده المفروض اصلا ان يكون موجود في الرياضه، واحنا افتقدنا الدور ده في الرياضه لفتره ما بسبب يعني سبب رئيسي الناس كانت عارفاه زال من الوسط الرياضي، فاصبح الموضوع رياضه حقيقيه. حلاوتك في التوريه وانت بس احنا كلنا فاهمين قصدك يا بس انا ونهاوند عارفين انت بتتكلم على ايه اكيد المشاهدين عارفين. فانا اقصد ان هي دي الرياضه، هي مش خناقه اصلا صح. يعني اوكي بنتنافس وكل حاجه، انما على طول النادي الاهلي مع الاتحاد ومع كل الانديه وكل الانديه الشعبيه، النادي الاهلي هو كبير الانديه الشعبيه شاء من شاء وابى من ابى بالجماهيريه وبكل شيء، وبالتالي هو ده الدور اللي المفروض ان النادي الاهلي دايما يعمله. فاكيد خطوه كويسه جدا من الكابتن محمود الخطيب، ونتمنى انها تتوسع خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. هي خطوه متميزه وزي ما انت قلت كده يعني خطوه ما بتحصلش غير من الكبار، فده اكبر دليل، وهي فعلا لمسات او مشاهد جميله جدا زي ما حضراتكم تشوفوا او سمعنا. على كل حال دايما هو اللي بيشيل بالظبط، احنا سعداء بيك يا خالد جدا بجد، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل، ونشوف كده التوقعات الفتره اللي جايه والاداء هيكون ازاي، ونجتمع هنا مره تانية بوجودك معانا ويكون في خير، يكون في نصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله دايما، وما يكونش في شماعات بنتكلم عليها باي حال من الاحوال. نورت الدنيا يا خالد، بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا. وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعه حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، شكرا ليكم.